المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك لأجل عظيم مجدك. أيها الرب المالك الإله السماوي الآب القدير، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس، أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الآب الرافع خطيئة العالم، ارحمنا يا رافع خطايا العالم. تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب، وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك رب يسوع المسيح، لمجد الله الأب آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بلا خطيئة. مبارك أنت يا ربي إله آبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الدهر أمين. لتكن يا ربي رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا على صفحتنا نورسات الأردن، منحييكم منصبح عليكم لكم صباحكم نور. اليوم عنا ضيف عزيز علينا، هو الأب الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش. اليوم صبحنا أبونا معنا، شاكرين إليك حضورك اليوم معنا، خاصة اليوم أول يوم كمان في المدارس. إجيتنا من الزرقاء، كيف كانت الطريق؟ كتير أزمة، أزمة يعني اليوم جوز معي ساعة ونص توصلت هون، لأنه أول فتوح المدارس. اليوم أبونا كمان جورج شرايحة بيعتذر لأنه أول فتوح المدارس، فعنده كمان هو أطفال في المدرسة، فكان عم بيرافقهم في المدرسة، فبيعتذر من الحضور في الاستوديو. لكن أبونا كمان شرفنا هون، أهلا وسهلا فيك، وكمان إنك استجبت لنا في آخر لحظة. لكن أبونا وجودك بركة كمان ونعمة معنا، خاصة في موضوعنا اللي احنا طرحينه لهذا الصباح المهم. يعني احنا رح نستزد منك، من أفكارك، ومن كمان من المعلومات اللي رح تعطينا إياهم بخصوص الموضوع. موضوع جدا مهم، مهم لمؤمنينا، لكنائسنا، خاصة موضوع الاعتراف. فبداية قبل ما نبلش موضوعنا بدنا بركة منك أبونا.
تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان ولا دهر الداهرين أمين. أيها الرب يسوع المسيح، أشرق في قلوبنا نور معرفتك واهدينا إلى عمل وصاياك، وابعد عنا كل ما هو من الشر ومن الشرير ومن العين الحاسدة. امنحنا يا رب نعمك الإلهية وخيراتك السماوية. احفظ أردننا الغالي، احفظ أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والكادر التعليمي، باركهم في بداية هذا اليوم، بداية أول يوم دراسي، حتى يكونوا محفوظين بنعمتك. أعطيهم أن يفهموا ليخدموا المجتمع والكنيسة والعالم، أمين. وبارك هذا المكان النورسات حقيقة اللي بشع نور لكل العالم العربي اللي بيسمعوه في كل مكان، واللي بيستنوه بأمريكا بأستراليا بكل القارات، لأنه صار نور ومنارة نور لأبنائنا العرب الموجودين خارج الأردن، واللي كمان هم بيستنوا يسمعوا إشي باللغة العربية من أردننا الحبيب. ربنا يبارككم ويبارك هذا العمل وهذا وكل البرامج اللي بتقوموا فيها. شكرا يا أبونا على صلواتك وبركاتك وعلى الكلمات اللطيفة اللي عطيتنا إياها، اللي بتعطينا دايما القوة والدفع إن نضلنا مستمرين بهاي الروح وبهاي المحبة كمان. آمين يا رب. ومن ضمن صوتنا لإلك كمان نطلب التوفيق لطلابنا وطالباتنا اللي انضموا اليوم على مقاعد الدراسة، نطلب لهم السلامة والحماية كمان، خاصة مع أزمة كورونا. أكيد الأهالي خايفين على أولادهم كيف إنه هلا رايحين على المدرسة مع وجود كورونا والوباء وخوفهم على سلامتهم، لكن إن شاء الله مع وزارة التربية والتعليم ومع كمان لجنة الأوبئة ومع وزارة الصحة أكيد ماخدين الاحتياطات اللازمة لطلابنا في المدارس إنهم يحموا أولادنا بالمدرسة وإنهم يتمتعوا بالسلامة. أهم شيء الوقاية، وأهم شيء إنهم يلتزموا بالتعليمات اللي فرضت علينا وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. الالتزام هو واجبنا كمواطنين وكأهالي وكطلاب أيضا، فبالتزامنا هو حمايتنا. فبنتمنى السلام للجميع لطلابنا وطالباتنا والتوفيق إن شاء الله بعام دراسي ناجح ومثمر لجميع أبنائنا. أبونا، نحن اخترنا هذا الموضوع ليس من فراغ. بصراحة نحن في حلقات سابقة تطرقنا إلى موضوع بيتحدث عن الإرشاد النفسي للأشخاص اللي بتعرضوا لضغوطات الحياة. انت عارف احنا هلا بنمر في أزمات اقتصادية ونفسية نتيجة الظروف اللي قاعدين عم نعيشها من ناحية كورونا، وضعتنا في صعوبات وفي تحديات كتيرة خلت العالم يعيش في فوضى، وهي الفوضى خلت الإنسان يعيش في حالة من صحيا أثرت عليه. احنا ما بدنا نقول فقط ماديا واقتصاديا، لكن صحيا أيضا بيأثر، لأنه كلياتها هي عبارة عن مصفوفة متكاملة وعبارة عن حلقة متكاملة. أي فراغ أو أي خطأ أو خلل في هاي المصفوفة أو حلقة إلا يأثر على الدورة الكاملة لحياة الإنسان. فكان الحلقات السابقة تتحدث عن كيف الإنسان المتعرض لضغوطات بيحتاج لإنسان أو لأشخاص إنهم يفرغ من طاقاته، يفرغ من هالضغوطات مع أشخاص يقدر إنه يتحدث إلهم، يقدر إنه يعبر عن مكنونات نفسه، عن ضغوطاته، كيف يقدر يلاقي الحل. فعلماء النفس وعلماء الاجتماع كانوا ينصحوا بإيجاد شخص صديق، صديقة، شخص حكيم يلجأ له الإنسان إنه يستشيره، يفضفض له بمكنونات نفسه. يعني كان أجمعوا علماء الاجتماع إنه كل إنسان بحاجة لهذا الشخص اللي هو بسموه رفيق الروح. إن كان إذا كانت المرأة عندها زوجها يكون رفيق روحها،
معظم النساء استبعدت انه يكون الزوج لانه بتعرضوا لنفس الضغوطات. فالا الزوجه بتقول لك ممكن يكون صديقه، والايامات اللي كل الناس عم تتعرض لها هذول المشاكل، انه تلاقي الصعوبه في الصديقه، ممكن الابن تلاقي بامها تفضفض لها. بعض الاشخاص ما لهمش الامهات، او انه ممكن الام تكون تقدرش انها تعطيها النصح او الارشاد لبنتها. فبعض البنات، كتير في بنات مثلا يكون عندهم صديقات يكون ضيعوهم بنصائحهم، لأنهم بيكونوش مثلا إنه عندهم هالملكة أو هالحكمة أو الخبرة إنهم ينصحوا غيرهم، فيوقعوهم أكتر. فكان مهم الإنسان إنه يعرف كيف يختار هذا الصديق. فعلماء الاجتماع كمان، علماء النفس، يقول المهم إنك أنت بس تعرف كيف تختار هذا الصديق أو هذا اللي بيقدر يرشدك، المرشد النفسي. فعلماء النفس هلأ سيقول لك أوكي بدك تروح على عالم نفس، طبيب نفساني. هلأ أنت عارف كيف أبونا طبيب النفساني يقول لك أوف أنا مجنون أروح على طبيب نفسي. أنت عارف هلأ الناس كيف فكرتهم عن الأطباء النفسي، أنا مش مجنون تروح على طبيب نفسي. لسه هلأ بلشت العقلية تتغير ويتقبلوا الناس الطبيب النفسي، لأنه الإنسان صار تعبان داخليا، تعبان مش قادر يتحمل حاجة لفرغ. نعم. فنحن جبنا هذا اليوم الموضوع اللي هو سر الاعتراف، أو على السر الاعتراف اللي وضعه السيد المسيح، وكان هو كمان قديما قبل العهد الجديد. نعم. العهد القديم موجود. بدنا هذا السر نحاول انه نشوف هذا السر لماذا وجد وكيف وجد ولماذا اوجد السيد المسيح، وكان يركز عليه، وكنائسنا كمان كانت تركز عليه، لكن الانسان لم يعرف قيمة هذا السر بعد. فممكن تعطينا هيك تعريف لهذا سر الاعتراف في كنائسنا عم العهد القديم العهد الجديد؟ كتير المقدمة اللي حكيتها رائعة دكتورة، إنه الانعكاس المرض الجسدي اللي بيجي من الأمراض، من المرض النفسي، والمرض النفسي بيجي من المرض الروحي. فالإنسان خلق من الله في الفردوس، وضعه الله في الفردوس، وأعطى الله الإنسان الحياة، وبداخل الوصية أعطى الحياة بداخل الوصية. الله لم يخلق الإنسان كامل، ولكن خلقه لكي يكون كامل بإرادته، فأعطى الإنسان حرية أخذ قرار حياته بإرادته، أن يصل إلى التأله ويصل إلى الاتحاد من الله من خلال إرادته الحرة. وراء الفردوس وخلقه ووضعه في الفردوس، وهو في هاي الحالة أنه ملك الخليقة كاملة. ولكن الإنسان بغواية الشيطان بحث عن إرادته الخاصة بتدخل الشيطان، وهيك الإنسان سقط في الخطية. بداخل الوصية كانت الحياة، وبداخل الخطية أصبح الموت. بداخل الوصية كان يقترب من الحياة أي من الله، وبداخل العصيان أصبح الإنسان يتغرب عن الله ويبتعد. وهذا أعطانا إياه الله بمثل الابن الشاطر اللي كان بحضن أبوه، ولكن بحكي لما أخذ ورثته ذهب إلى كورة بعيدة. نعم. فالخطية هي الابتعاد عن الله. لم يكن الإنسان في الفردوس في ضياع روحي أو نفسي أو مرض جسدي، لم يكن. عشان هيك بنحكي للراقدين حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد في الأحضان الإلهية. لم يكن هناك مرض أو خلل نفسي في داخل الإنسان قبل السقوط. فبالتالي سبب مرض الإنسان الجسدي والروحي والنفسي يعود إلى المرض الروحي الحقيقي من خلال دخول الخطية. نعم. فدخول الخطية إلى العالم ولا إلى ده إلى الإنسان، أصبح الإنسان صار عنده تفكك داخلي لقوة النفس. هاي قوة النفس صارت كل واحدة تشتغل لحالها، الفكرية والعاطفية والغضبية، وأصبح الإنسان هو متشذرم وصار بعيد عن بعض البعض. عشان هيك احنا منصلي بنحكي هلمو نجد ونركع للمسيح ملكنا وإله، مش المقصود انه هلمو يعني كجماعة، ولكن يلا يا قوة النفس خلينا نرجع مثل ما كنا في الأول حتى نجد لله للعبادة. فبالتالي المرض الروحي
الخطية هي المرض الروحي، وهي أصبحت الفاس الذي فصلت الإنسان على الله. ولكن بدي أرجع كمان، الله لم يقل للإنسان الساقط أميتك موتا، ولكن حكى له موتا تموت. لازم نحكي لبعض أبنائنا اللي كتيرين هلأ بالقرن 21 يلوم الله ليش خلقني، يلوم الله ليش خلاني أخطئ، يلوم الله ليش تركني. ولكن بحكي لنا الله خلق الإنسان في الفردوس وأعطاه الحياة إذا هو مش فيها. الله لم يضع وصايا وبداخل هاي الوصايا حق إذا ما عملتهاش الانتقام. الله لا ينتقم، الله لا يدين. عشان هيك حكى المسيح أنا لم آتي لأدين. ولما يوحنا وبطرس ويعقوب طلبوا من الله أنه ينزل نار على أهل السامرة، حكى لهم من أي روح أنتم؟ أنتم من روح شيطان. ابن الإنسان أتى ليخلص ما قد هلك. فهون بيورينا أنه الله ما بده هلاك الإنسان، ولم يحكي له أنا بهددك بموت تموت أميتك موتا، ولكن حكى له أنت من يحكم على ذاتك. فإن عشت في الحي في الوصية أنت تعيش في الحياة، وإن لم تعمل الوصية أنت تموت وتميت حالك من خلال بعدك عن الحياة. فأنت صاحب القرار وليس الله. أنت من يذهب إلى الشيطان وإلى الموت من خلال إرادتك، وأنت من يذهب إلى الله وإلى الحياة من خلال إرادتك عمل الوصية. فبالتالي هذا مصطلح أولادنا مش قادرين يفهموا عماله. الله هو العلاقة الشر اللي أصبح الشيطان حط العلاقة على الله بأذهان القرن 21 إنه الله هو سبب مأساتي. الله ليس هو سبب مأساتك، الله أعطاك الحياة من العدم، الله أوجدك من لا شيء، أنت لم تكن موجود، ولكن محبة الله الفائقة أوجدتك لتكون لك حياة وتكون متحد مع الله، أن تحيا مع الله وجها لوجه في الملكوت. ولكن أنت من هو صاحب القرار في أن تكون مع الله أو من تكون ليس مع الله. فبالتالي أعطانا الوصية وحكانا بالوصية تحيا معي، فبالتالي أنت إن لم تعمل الوصية أنت تسقط حالك بالعصيان، وهذا العصيان يؤثر على روحك ومن ثم على فكرك ومن ثم على عقليتك ومن ثم على جسدك. فبالتالي سبب كل المأساة البشرية اللي بتمر فيها أو الإنسان ككل هو بعد الإنسان عن الله. عشان هيك المسيح إجا، وبعد ما الإنسان حكم على حاله أنه يموت موتا إجا المسيح وخلصنا وفدانا ورجع الإنسان إلى صورة أعظم مما كان في آدم بالفردوس، لأنه أصبحت الطبيعة الإنسانية متحدة بالطبيعة الإلهية، وأعطى الإنسان القدرة على إماتة الموت وعلى الحياة الأبدية وعلى الرجوع إلى الأحضان الإلهية. وعشان هيك أعطانا أن نموت معه بالمعمودية. نتغطس بالمعمودية ومنموت معه عشان نستبدل الإنسان القديم المائت. عشان هيك يعرض الطفل. ليش يعرض الطفل؟ أي يخلع الإنسان القديم. وعشان هيك بعد ما نعمده بنحكي له أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم، يلبس المسيح. وبلبس المسيح نلبس الثوب الأبيض دلالة لطهارة ونقاوة الإنسان، وأصبح هذا عضو من أعضاء جسد المسيح. عشان هيك بيستحق يأخذ المرون أن يأخذ المواهب الإلهية والنعم الإلهية كونه أصبح ابن الله. وهيك المسيح من خلال المعمودية يطهر الإنسان، إن كان شاب أو كان فتاة كبير، يطهره من كل الخطايا اللي كانت فيه. ولكن لصعوبة تكرار المعمودية، لأن المعمودية لا تتكرر، إن معمودية واحدة، إيمان واحد، معمودية واحد، لأن الله واحد. فبالتالي الله أعطانا سر التوبة والاعتراف. سر التوبة والاعتراف ببساطة هو ولادة تانية، هو الرجوع الإنسان إلى الأحضان الإلهية من الضياع إلى الحياة، مثل ما حكى المسيح بمثل الابن الشاطر أن ابني هذا كان ضالاً فوجد ومات ومائتا فعش. عشان هيك سر التوبة والاعتراف هو سر يعيد إحياء الإنسان ويعيد الصلة التي قطعها الإنسان مع الله وليس العكس. الإنسان هو الذي يقطع العلاقة مع الله، فبالتالي سر التوبة والاعتراف هو عودة الإنسان
إلى الطريق الحقيقية، إلى طريق الحياة، إلى الحياة بذاتها وإلى الله. وشفنا بكل روعة من العهد القديم، شفنا الله نفسه، الله لما إجا لآدم سأله، حكى له اعترف بخطيتك وأنا رح أسامحك، ولكن آدم ما اعترف بخطيته، حكى له مش بس حكى له مش أنا، لام الله حكى له المرأة التي أنت أعطيتني إياها. فبالتالي صارت عند الإنسان بسقوطه الوقاحة ضد الله، وأصبح الملام هو الله. يعني آدم بيحكي لله، شفت الحق عليك، لو أنت ما عطيتنيش المرأة أنا كان ضليتني هون. نعم. فبالتالي أصبح سقوط الإنسان بالنسبة للإنسان هو الله وليس الإنسان، اللي هو الفكر الواحد القرن 21. أصبحنا نلوم الله على كل إشي يعطى إنا، مع أنه الله هو المحبة والخير وراء الله أن كل شيء حسن. وهيك الإنسان أصبح يلوم الله، وراح لحوة، بلكي حوة تعترف. الحية كل واحد رمى المسؤولية فما اعترف. ومنشوفه بالأمثال، أحد الآيات بتحكي الذين بلا مرشد يتساقطون مثل أوقات الشجر، أوراق الشجر. نعم. منشوفه بسفر التثنية، كان في عنا اعترافات جماعية. سفر التثنية بتحكي من أخطأ بخطية فلانة عليه أنه يقدم لذبيحة، مثلا إذا واحد زنى بده يقدم بقرة، بحط إيده على البقرة وبترفع الخطية عن هذا الإنسان وتذبح البقرة. فبالتالي اللي جايب البقرة قدام الناس عرفوا كل الناس خطيته. واللي بيجيب جدي، واللي بيجيب ثور، واللي بيجيب حمام، فبالتالي هو اعتراف علني صريح أمام الناس للخطية للكاهن. فكان في اعتراف علنا. منشوفها كمان داود النبي اعترف عن خطيته لما حكى اعترف لربي بذنبي، واعترف للنبي، وعشان هيك ربنا رفع عنه خطيته. منشوف كمان يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان كانوا يأتون ويعترفون بخطاياهم. نعم. فبالتالي كان الله يمهد للإنسان على الاعتراف. ومنشوف المسيح نفسه له المجد بعد القيامة حكى خذ الروح القدس للرسل، من غفرتم خطايا تغفر لهم، ومن أمسكتم خطايا تمسك. هلا ليش الله أعطانا هذا السر؟ الله أعطانا هذا السر حتى يعيد الإنسان إلى الراحة الروحية والسلام الروحي الداخلي اللي بيأثر على سلام النفس وسلام الجسد. لأنه كل هاي الأمراض هي عبارة عن الخلل اللي عملته الخطية في داخل الإنسان. إمتى دخل الأمراض؟ إمتى دخلت الأمراض النفسية الجسدية والنفسية؟ دخلت بعد سقوط الخطية. فبالتالي من شفاء الإنسان روحيا يشفى نفسيا. وهذا كيف بعطينا إياه؟ بعطينا إياه من خلال الثقة في الله وفي وصاياه. مثلا هذا الإنسان عنده قلق نفسي شديد من خلال كيف بده يأمن مصاري. المسيح كان بالإنجيل انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولكن أبوكم السماء يقيتها. إذا الإنسان صارت عنده ثقة في الله، هيك الإنسان يصبح أن يرمي اتكاله على الله. فبالتالي مثل ما بحكي القديسين والقديس بايسيس، الله مجبر للإنسان اللي بحط ثقته عليه أنه يقدم له كل شيء. عشان هيك هو نفسه بالإنجيل حكى اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لكم. هذا نعم. كله أنا بدي أعطيك إياه، ولكن لأنك ما بتطلب الحياة وإنت بتطلب بس هاي الأمور، يلا بعرق جبينك بدك تأخذها. نعم. وأمرات بتعمل وبحكي الأرض لن تعطيك، وبتعمل وبتعمل ولكن أمرات ما رح يكفيك كل، لأنه ما في بركة وما في نعمة. عشان هيك ربنا أعطانا حتى يرجع الإنسان هاي العلاقة والشركة والحياة ما بين الإنسان وبين الله. هاد إشي شو اللي بيساعدنا كمان؟ بيساعدنا من سر الاعتراف إلى التنقية ورجوع الإنسان إلى صورة الله. بالخطية تشوهت صورة الله في داخل الإنسان، فبالتالي الاعتراف والتوبة يعيد خلق أو يعيد طباعة الصورة الحقيقية التي على مثال الله في داخل الإنسان. وعشان هيك بيساعدنا أنه يصل الإنسان إلى الغاية اللي خلق منها الإنسان، اللي هو التأله، الاستنارة والتأله. لم نخلق إلا لأن نصبح آلهة. ليست كل الوسائط، الصلاة، الصوم، وهات كلها هي عبارة ليست عن أهداف،
ولكن هي وسائط حتى تعيد تأليه الإنسان وإرجاعه إلى الصورة اللي خلق منها حتى يكون على صورة الله مثال. يعني هون يكمن يا أبونا أهمية سر الاعتراف. نعم. اللي هو رسالة ربنا للإنسان إنه بالنهاية ربنا بده من الإنسان هو يصير على صورة الله ومثاله. نعم. تأليه الإنسان على أساس ينضم إلى الملكوت السماوي بجانب ربنا. نحن بدنا نحيي كل المتابعين اللي انضموا لنا لصفحتنا اليوم، منصبح عليهم منقولهم صباحكم نور، وأيضا نحن مستعدين لأي أسئلة لأبونا أثناسيوس في هذا الصباح، إذا بتحبوا إنكم توجهوا له سوري أي سؤال. هاني الصايغ صباحك نور، منال إيه بفراج يسعد صباحكم، سمير زيرو يسعد صباحك منال، إيه بف زيد الأسمر برضو انضم لنا للبرنامج، زياد العمش، مها إيه بف، فادي العكشة، رنا نصار، أبونا نادر صبوق يسعد صباحك، ريتا ريحاني النصراوي يسعد صباحكم جميعا، واللي انضمون على المباشر وأيضا كمان اللي سينضمون يسعد صباحكم جميعا. وأيضا كمان رح يكون في معنا اتصالات من ضيوف من لبنان كمان للمزيد من التنوير في موضوع الاعتراف. أبونا في سؤال هلأ بالنسبة لموضوع الاعتراف، هلأ هل يكفي أني أنا أروح عند أبونا في على كرسي الاعتراف أني أعترف له أبونا أنا سويت كذا وكذا 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 إلى آخره؟ يعني هيك في ناس كتير بتروح على كرسي الاعتراف بتقعد أبونا أنا نادم على كل خطايا عملت 1 2 3 إلى آخره وانتهى وأبونا بعطي الحل. فهل هناك شروط للاعتراف؟ 100% دكتور، انه يكون في اعتراف انه هذا هل الاعتراف مقبول لدى الله ام غير مقبول لدى الله؟ اسلام طمك دكتورة. دكتورة اسمه السر هو سر التوبة والاعتراف. يعني التوبة هناك التوبة قبل الاعتراف. نعم. يعني لا يوجد فقط هو سر الاعتراف، هو سر التوبة والاعتراف. نعم. وليش سميت سر؟ سر لأنه عمل الروح القدس في داخل قلب الإنسان يغيره، عشان هيك اسم التوبة هي تغيير الذهن، تغيير السلوك، تغيير العمل، فبالتالي هي تغيير حياة. فبالتالي إذا بدي أنا أتوب يجب أن أتغير وأخذ القرار في التغير حتى أستطيع أن أسلك في الطريق الذي مع الله. نعم. لا أستطيع أن أعترف فقط أنه خلص مثل كثيرين بحكوا خلص ما أنا بخطي وبكرة بعترف للخوري، أو خلص إحنا هلا لساتني شاب ولساتني بنت صبية هلا شو راح أعترف للخوري، خليني أعمل اللي بدي إياه هلا بعدين قبل ما أموت بروح بعترف في للخوري. في ناس كثيرين نعم بيستعملوا هذا الشيء إنه خليني أعمل اللي بدي إياه وبعدين بعترف ربنا يسامحني على اللي سويته. ودكتور هذا أحد الأسباب اللي ربنا ما كشف إمتى للإنسان بموت. نعم. لأنه الإنسان لو الله كشف له أنه رح يموت بعد 50 أو 100 سنة رح يعيش مثل ما بده على هواه، ولما قبل سنة بده يحاول يتوب ما رح يقدر يتوب لأنه الخطايا والأهواء أصبحت متشرشة بداخل قلب ومتجذرة بداخل قلب الإنسان، فلن يستطيع أن يتوب بيوم أو ليلة أو شهر أو سنة حتى. فبالتالي هذا أحد الأسباب أنه الإنسان يجب أن يكون متحضرا دائما. فبالتالي هي سر التوبة. التوبة شو بتعمل؟ التوبة هي بسموها الأباء مثل ما حكينا هي معمودية تانية. نعم. هي غسيل الوسخ الداخلي بسميها القديس بايسيوس هي حراثة القلب. عشان هيك ننتبه للمسيح لما حكى خرج الزارع ليزرع. نعم. ما حكى خرج الزارع ليحرث. الحراثة على الإنسان، الزراعة على الله. الله يزرع في داخل قلب الإنسان، ولكن الحراثة اللي هي تحضير الأرض. نعم. هو تحضير الأرض أي تحضير القلب اللي هي التوبة هي على مسؤولية الإنسان. هي الإنسان يجب عليه أنه يأخذ هذا القرار الداخلي، أين أريد أن أكون؟ هل أريد الحياة أو الموت؟ أريد أن أكون مع الله أو مع الشيطان؟ عشان هيك بحكي القديس بولس اللي بيعمل الخطيئة أصبح عبد للشيطان.
ولكن اللي بيعمل الوصية يصبح ابن لله. هل أريد أن أكون ابن أو عبد؟ ابن متحرر من الخطية أو عبد للشيطان متعبد للأهواء والخطايا. عشان هيك بتجينا سر التوبة هو السر اللي بيخلي الإنسان يعود إلى أصله، بخلي الإنسان ينظف ما داخل القلب من خطايا وأهواء وجذور الخطية اللي بتموت الإنسان. عشان هيك دور الاعتراف هو بيقطع كل الخطايا ويصبح الإنسان جديد، إنسان جديد. عشان هيك الإنسان من خلال التوبة يقطع علاقته أولا مع الشيطان. حلو. يعني الخطوة الأولى هي قطع علاقتي مع الشيطان من خلال الخطايا العملية، بعدين بتبلش الحرب الداخلية أنه يقطع علاقته مع أفكاره ومع الشهوات الموجودة بداخل القلب. إذا مثلنا الخطايا عبارة عن ثمار شجرة وساقها وأوراقها، والأهواء عبارة عن شروش الشجر وجذورها، الاعتراف شو بعمل؟ الاعتراف بيقطع الشجرة من الأرض، يعني الساق والأوراق والثمار، ولكن شو بيضل؟ جهاد الإنسان الروحي إنه ما يرجع يسقي هاي الأهواء الموجودة في القلب من خلال القانون الروحي اللي بعطيه الأب الروحي للابن الروحي، حتى ما يوصلش المي للجذور حتى ترجع شجرة جديدة، حتى ما يرجعش الإنسان لأسباب الخطايا حتى ما تعود الخطايا تثمر شجر وثمار خطايا تانية، لأنه كل خطية بتجلب معها خطايا تانية. فبالتالي اسمه سر التوبة. هاي التوبة هي اللي بتعيد الإنسان للعلاقة الحقيقية السليمة مع الله، وبتخلي الإنسان يكون نظيف طاهر نقي حتى يصل للاستنارة والتقديس. هاد من جهة. من جهة تانية أنا ما بعترف فقط بالخطايا، لأنه أنا في عندي أفكار، كم هائل من الأفكار. فبالتالي من خلال كمان سر التوبة والاعتراف أنا بعترف بالخطايا من جهة، ولكن كمان عندي أفكار إيجابية وأفكار سلبية، هدول الاثنين أنا مش عارف مين الصح فيهم، هل الفكر الإيجابي من الله أو من الشيطان، أو هذا الفكر السلبي كان من الشيطان أو مني. فبالتالي عشان هيك أنا ما بقدر أعرف أنا ماشي بالطريق الصح ولا غلط. أمرات فكري الكبريائي بمشيني أني أعمل هيك وأعمل هيك، أمرات بصلي كتير وأمرات بصليش ولا يوم، أمرات بشعر حالي بانتعاش ودموع بالصلاة وأمرات مش جاي عبالي أصلي. طب مين أنا فيهم؟ أنا هاد ولا هاد؟ ولكن من خلال سر التوبة والاعتراف أنا من خلال الاعتراف بالتوبة بتقودنا للاعتراف حتى أتخلص من الثقل الموجود في الخطايا حتى أعود إلى الأحضان الإلهية. ومن جهة تانية أنا بعترف في كلتا الأفكار الإيجابية والسلبية الموجودة دايما بفكري حتى أخذ الإرشاد الروحي فيها. يحكي لي الأب الروحي هاي انتبه، ما تعملها مرة تانية وما تفكر فيها. هاد امشي فيه، براو عليك، نمي فيك، هاد انتبه له، هاد ابعد عنه. حلو. منكمل أبونا طبعا الموضوع، بس عشان أبونا يونان عبيد من لبنان، من المرسلين اللبنانيين، أهلا وسهلا أبونا، صباحك نور أبونا. صباح الخير مأسيمة، يسعد صباحك يا أبونا، يسلم لي هالصوت. صلوات لبنان العزيز، قلوبنا معكم يا أبونا، إن شاء الله أنتوا سالمين، خاصة بعد الانفجار اللي سمعنا فيه واللي شاهدناه، بس أنتم أقوياء، نحن مؤمنين أنكم يعني تخرجون من هذه الأزمة وأنتم أقوى وأقوى. دائما تسلمين، دائما بعد الجلجل في قيامي. أكيد معك أبونا أثنايس يزقاقيش من الكنيسة الروم الأرثوذكس، بحييك وبصبح عليك في هذا الصباح. صلواتكم أبونا، ربنا معكم وكل قلوبنا معكم، إن شاء الله يا رب ترجع لبنان وبيروت مثل ما كانت قبل 75. تفضلوا
أبونا الله يسعدك. أبونا نحن اليوم برنامجنا بيتحدث عن سر التوبة والاعتراف، وكان يتحدث أبونا أثناسيوس عن التعريف لسر التوبة والاعتراف وأهميته بحياة المؤمن المسيحي، لأنه أصبح هذا السر ما بدنا نقول مهمش، لكن شوية عم ينحط على الرف. بسموه الدواء المنسي. الدواء المنسي. مهمل. مهمل بسبب يلا تفضل. لا تفضل أبونا، هذا هو الموضوع. نحن شرحنا هيك فكرة عنه. أنا أنتصر سؤالاتهم. أكيد في هذا الموضوع، موضوع سر الاعتراف، منذ ولادته عانى من المشاكل وعانى من الإهمال وعانى من الازدهار، لأنه حسب، وهذا يعود يعني إلى بسبب الكهنة، إذا صار في رواج لسر الاعتراف أكيد بفضل التربية المسيحية وبفضل الكهنة الذين يتقنون فن الاعتراف، وكمان يتعرض إلى الإهمال والاندثار بسبب كمان سوء التربية الأهل، وكمان كيفية الكاهن مع سر الاعتراف، لأنه الكاهن بإمكانه أن يبعد الناس وبإمكانه أن يقرب الناس، ليس هو المسؤول وحده، إنما الكل، عوامل المجتمع. وإذا سمحت لي أن أحكي، فيني بلش بالجواب؟ تفضل تفضل أبونا. أوكي. أنا بشرح اليوم أنه مثل اليوم بعد 45 سنة من الكهنوت، أنا وصلت رح أعطي أول فكرة سجلتها قدامي، وتقول أنه سر الاعتراف بيخضع لثلاث أسس. بدي بلش دغري الأسس الإنسانية، هيدي اسم مهم جدا، وعنا الأسس النفسية، وبعدين الأسس اللي هطي بطريقة مختصرة جدا، وأنتظر تعليقكم أو سؤالاتكم علي. أول شيء، أنا يجب أن أعتبر أنه أنا إنسان، أنا إنسان ككاهن، أنا إنسان أمام تائب كإنسان مثله، اثنين يعني متساويين. وقت بقول أنه أنا أنه في أسس نفسية، هذه شغلة مهمة جدا ومطلوبة من الكاهن في هذه الحالة، أنه يعتمد أسس إنسانية لا ترهيبية، هذه مهمة جدا، لا ترهيبية ولا تخويفية ولا تبعية ولا ترغيبية بالحد الأقصى، إنما يكون في مسلك ثابت إنسانيا، أنه أنا إنسان مقابل إنسان، أشجع ككاهن على العلاقة المباشرة مع الإنسان التائب، مع الخبرات المباشرة من قبل التائب مع الله، لأنه هم في مجموعة عوامل، مجموعة خبرات، هي روحية، هي نفسية، هي اجتماعية في آن واحد، لأنه أنا هذا الإنسان. وقت بيكون إنسان يعني جاي، كوني أنا بالمزار بعرف كثير من كذا سنة، شوف أنه هذا الإنسان جاي لعندي فيطلب الراحة، لأنه أنا شو شغلتي ككاهن، وظيفتي ككاهن بأي سر الاعتراف، سر القربان، سر المصالحة، شو بعرفني أنا ككاهن، مفروض فيي باسمة أو حضرة الأبونا شغلي وحدي فقط حتى نهاية حياتي الكهنوتية، أنه أن أقود الناس إلى الله وأن أجلب الله للناس، هيدي شغلتي. وهون أنا بدي أكون إنسان يعني عندي معلومات، عندي خبرات، بس ما أستعمل خاصة أنه أنا عملية الترهيب، أنه أنت كذا وأنت كذا، هيدي الطريقة خاطئة تطفش وتبعد النفوس عن ربنا. فإذا هذا الإنسان أنا ما بعرفه عادة، بدي أخذه مثل ما هو، هذا شيء يطلب الراحة، يطلب الأمان، يطلب لطفة سلام، بقى أنا ما بدي يكون ديان، ولا بدي يكون جزار، ولا بدي يكون متساهل، أنا بدي أقول له أنه يا خي في عملية روحية نحن بدنا نوصل لها،
وهي هالعملية أنه أنا أخذك لله، أنا ردك على الطريق الصحيح. فإذا هذه الشغلة أولا بده يكون أسس نفسية، يكون هالمعترف هالتائب قاله أنه أنا يا خيي بهمنا نحن أنه فكرة الله هي توصل لك، لأنه الاعتراف منه لائحة خطايا مثل لائحة المأكولات، لائحة هي منه لائحة، إنما سر الاعتراف هو سر التعرف على رحمة الله، على رحمة الله بهالسر، إنه أنا إنه هالمعترف مش جاي يعترف عندي، أنا مخول من الله، مخول من الله من 2000 سنة إنه أنا أن أغفر له خطاياه، بس هو عم يعترف لله، عم يعترف لله على مسمع من الكاهن المخول من الله أن يغفر الخطيئة. فإذا أنا هون برجع أقول للي عم يسمعوني، الاعتراف منه لائحة خطايا، الاعتراف هو الاعتراف برحمة الله، بمحبة الله، لأن شرط أنه هذا الإنسان المعترف شرط أن يجرب تصرفاته، أن هو يدين نفسه مش أنا اللي بدي دينه، وهو يخجل من نفسه مش أنا بدي عايط عليه وضخه، ونحاول أنا وياه أن لا يرجع قد ما فيه على الخطيئة. فإذا هون بقول أنا باسمة والأبونا في عندي أسس إنسانية أنا بدي أحترمها ما في مزح. فإذا وهون بطلب من الكاهن، إذا في كاهن يعرف تسمعني، هون بطلب من الكاهن أنه عدم التعمق في البحث وطلب التفاصيل، أنه يبا أنه أنا فهمان، لأنه الاعتراف شيء والإرشاد شيء. وهون بطلب من الكاهن أنه الاعتراف يبدأ في سر الاعتراف وينتهي بسر الاعتراف، لأنه نسمع أخبار كثير أنه في أخذ مواعيد وإلى آخره شبدنا فيها. فإذا بطلب أنا بطلب من حالي عدم التعمق في البحث وطلب تفاصيل، تشعر التائب بالذل وبالأحراج، وخصوصا بالمواضيع العاطفية أو الحميمية أو غيرها، عدم التعمق. وثانيا احترام نمط مسيرة هالإنسان، أنا ما بعرف شو ماضي، بدي احترم مسيرته، اسمع له بكل عمق، بدي افهم إلى حد درجة نضوجه الإنساني والروحي والانطلاق منه، تقدر أنا وجه إرشادي لألو. فإذا هون بنهي تما طول بالكلام، إنسانيا بعضني عم بقول لازم يكون في دائما تعاطف مع التائب، تعاطف وحيادية كلمتين، يعني الهروب من إبداء علامات التعجب، ولو أنت عملت هيك يعني أعبر من خلال وجهي استياء أو استنكار كردة فعل على ما سمعته من التائب، هذا لا يجوز، لا يجوز. أنا بدي يكون حيادي، بدي يكون متعاطف مع الإنسان، لأنه أنا في هذه اللحظة أمثل يسوع المسيح، لأنه التائب عم يخطئ خطيئة إلى مسيرته مع يسوع مش معي أنا. لذا فعلى عملنا ككهنة أن يقوم على مساعدة التائب في إصلاح مسيرته مع الرب، مش معي أنا، مش مع وعودي أنا، ومش أنا بدي أعطيه مكافأة. وبنهي هون مثل ما قلت بالأول أنه سر التوبة يا أباء يا كهنة يبدأ في كرسي الاعتراف وينتهي فينا، منه كرسي الاعتراف لتثبيت مواعيد خارجي عن هذا السر أو منطلق لإنشاء علاقات إنسانية واجتماعية. وبنهي هون بعتذر، ويجب أن أتخطى الدينونة، الكلمات لا للإدانة في كرسي الاعتراف، الدينونة هي لله وحده. فالكاهن المعرف يمثل مثل ما قلنا وجه الله المحب الرحوم، واللي بينتظر بفارغ الصبر توبة الخاطئ. فإذا لا للإدانة في كرسي الاعتراف، لأنه التائب بكرسي الاعتراف بحاجة إلى سماع إرشاد الكاهن ورأي الكنيسة المجرد في مسيرته، وخصوصا مواكبته بهذه المسيرة. أنا أكفي بهذا القدر الأول وأنتظر
أسئلتكم إذا في شيء. أبونا شكرا لك يا أبونا على هالمداخلة. يعني أنا بعتبر أنه هذه المداخلة موجهة للكهنة اللي عم بيقوموا بسر ال انا ما بعرف انا لميم نعم نعم لا جميل ما تحدثت فيه وايضا كمان المعترفين اللي عم بيتوجهوا للكهنه ايضا كمان على اساس انهم يتشجعوا انه يروحوا لينالوا هذا السر من الكهنه اللي عم بيقدموا هذا زي ما انت تفضلت التعاطف وهالحياد في هذا تقدمة الخدمة كيف هذا مهم جدا ويعرفوا انه انا عم تعترف ليسوع مش عم تعترف للكاهن 100% وهم باسمة بدها هون نتفت ايمان يعني اسلام شو بقول هلا اليوم انا عملت دراسة صغيرة انه لا شيء اليوم الناس ما بتعترف اولا مش فهمي جوهر السر يما نقص في الشجاعة أنه أنا بدي أعترف وثالثا مقامي الاجتماعي أنه أنا إنسان شيء مقامي ما إلى آخره نعم فإذا نعم. هون أنا بدي روحا عملي بدي أشرح أنا ككاهن أهمية سر الاعتراف انطلاقا من كلام يسوع من غفرت لهم خطاياهم تغفر لهم أنه أنا كمان عندما أغفر باسم يسوع نعلن التوبة وغفران الخطايا الهدف من هالشي هذا كله سوا انه انا بدي اقول كلمة هون اذا باخد باسم العهد القديم كله سوا الانبياء 17 كوني بعلم كتاب مقدس انا اختصر تعليم الانبياء في العهد القديم الى كلمتين الكلمة الاولى توبوا ما في غير هيك توبوا لانه اجا الانبياء 17 ركزوا على هالكلمه وانتظروا المسيح الاتي والمسيح كمان بمجيئه مع المعمدان اولا والمسيح ثانيا توبوا فقد اقترب ملك والا تهلكوا فاذا انا وقت عندما انطلق من كلام المسيح عن التوبه معناته انه انا الهي مسيحي مخلصي اللي رايح انا اعترف له بخطاياي واتناول جسده هو يقول لي عن شهادة واسمحي أقول كلمة باسمة أنه أنا عملت دراسة عن الكورونا عن كوفيد 19 بالكتاب المقدس والوارد الوباء 59 مرة بحسب عقلية ذلك الزمان هي قضية كمان ما يجري من كورونا وهالحرب الكونية علينا بحسب نفسية العهد القديم هذا غضب الله لهذا السبب قال بإرميا ارجعوا إلي أرجع إليكم صاري طوالت الكلام نعم جميل شكرا يا أبونا شكرا أبونا لهالمداخلة الجميلة وشكرا لوقتك اللي أعطيتنا إياه ولهالأفكار الجميلة أبونا عندك سؤال سلام للجميع لا بالعكس أبونا كل تكلمت رائعة جدا وبدل على خبرة روحية عميقة وعشان هيك اللي تفضلت فيه أبونا أنه ربنا ما خلى الكاهن ملاك هو يعرف لأنه الكاهن هو إنسان بشري وإله أخطائه حتى يرحم يقدر يتعاطف على أخوه الإنسان بالتالي الكاهن ليس هو الطبيب إحنا كنا كهنة وشعب مؤمنين نحن تحت المستشفى في المستشفى مرضى عندنا المرض الروحي اللي هي الخطية ونحتاج إلى الطبيب الوحيد اللي هو المسيح طبيبنا هو واحد هو يسوع عشان هيك الكاهن لأنه بيخطي بيكون عنده شفقة على أخوه الإنسان المخطي كونه أنا على سرير في المستشفى مستشفى يسوع اللي هي الكنيسة ونفس الشيء ابننا الروحي هو بعتخت تاني في المستشفى اللي طبيبها يسوع وإذا منشوف الأفاشين أغلبها اللي بتحكي خطاياي أنا الكاهن ولكن جهلات الشعب الشعب مساكين من جهل بيخطوا ولكن أنا الكاهن أخطئ بمعرفة كونه المعرفة عندي فبالتالي أنا أخطئ بمعرفة بالتالي الكاهن بده يلوم حاله أكتر ما يلوم أخوه الإنسان بده يكون متعطف عليه كونه كجاهل أي عدم معرفته ولكن إحنا الكاهن اللي عنا المعلومات وعنا اللي مفروض يكون عنا الخبرة الروحية والحياة الروحية الطويلة اللي مش لازم نخطي ولكن كونا منخطي عشان هيك بنسميها خطايانا اللي بنعملها بمعرفة أما الشعب فهو عن جهالة نعم نقطع الخط
شكرا لأبونا يونان عبيد، هو من المرسلين اللبنانيين المسؤول أيضا والمرشد الروحي كمان لدير حريصة في لبنان، فهو صديق أيضا، صديق قديم كمان لإلنا وصديق لنورسات من لبنان والأردن، وأيضا هو مرشد لعدة رهبنات في الأردن، بيعطيهم الإرشاد الروحي وبيعمل محاضرات جدا عميقة للكهنة والرهبان والرهبات، وبحضر للكهنة في لبنان ليكونوا كهنة التحضير الروحي. فشكرا لك لأبونا يونان عبيد، انقطع الخط معاه، فشكرا لمداخلته. جدا رائع اللي حكى، لكن أنا كمان إحنا بالبداية حكينا عن الكإرشاد، إنه الكاهن اللي بيستقبل الاعتراف أو إنه يكون مرشد يعطي الإرشاد للشخص اللي بيجي عنده، والإنسان لما بيعترف بخطايا بيلاقي بحاجة لكلمة إنه تعطيه سلام روحي كمان. فحلو كمان يكون الكاهن قادر يعطي هذا الإرشاد أو الكلمة اللي تعطي هذا السلام. ممكن مو كل الكاهن قادرين يعطوا هاي الكلمة، بيعطوا الحلة ومغفرة الخطايا، لكن مش قادرين إنهم يعطوا الكلمة الراحة الداخلية. فهذا اللي حكاه أبونا 100% يونان، إنه مو كل الكاهن قادرين، فاللي مش قادر يعطي ما يقعد إنه يزيد في الكلام ويقعد إنه يغوص في العمق في الخطيئة. بناخد اتصال معنا، مين معنا بليز؟ ألو نقطع الخط، برجع بتصل معنا مرة تانية. اللي بحاجة للإرشاد الروحي أبونا، هل هو بقول إنه يعملوا لقاءات أخرى تانية للإرشاد الروحي؟ هل بتلاقي إنه في يعني فصل بين الإرشاد الروحي للي بحاجة للنصح والإرشاد وبين سر التوبة والاعتراف؟ مزبوط دكتور. إذا بدنا نحكي بالآباء القديسين بتكلموا عن أب اعتراف، وبتكلموا عن أب روحي، ولكن لندرة وجودهم فصاروا الاثنين في واحد. نعم. فصار الكاهن هو أب معرف وأب روحي. نعم. ولكن يستطيع الإنسان أن يعني يكون عند أب الاعتراف وأب للحياة الروحية. عشان هيك بطل فقط سر الاعتراف هو أن تبوح بخطاياك، ولكن هو كمان بداخله الإرشاد الروحي، لأنه حتى يساعد الإنسان الكاهن الابن الروحي اللي عنده بده يساعده أن لا يرجع إلى الخطية مرة تانية. فبالتالي بده يبلش بعض الأشياء اللي بده يعرفها أكتر. يعني بيجي إنسان بده يعترف بخطية، مثلا عمره ما تحارب جسديا ولكن إجت له حرب جسدية، طب هو بفكر مسكين أنه سبب الخطية هو أنه جسديا، ولكن بصير يسأله مثلا أنت بتدين حدا؟ بحكي له آه أدنت حدا. أمراض في خطايا الإنسان بفكرها هي الخطية الأصلية الموجودة في قلبه. نعم. يعني هي الخطية الكبيرة الموجودة في قلبه من رغبته، ولكن بتكون أمراض لا، هي تابعة، هي خطية انولدت بسبب خطية تانية. زي نعم. أنت لما بتدين أي إنسان ربنا بيسمح أنك تسقط بنفس الخطية اللي أنت أدنت فيها أخوك الإنسان، فبالتالي ليست الخطية الأصلية اللي هي اللي أنت سقطت فيها، ولكن هي الخطية أنك أنت أدنت الإنسان. من خلال الاعتراف بيبين من هي الخطية الأم ومن هي الخطية التي ولدت من خطية أصلية في داخل قلب الإنسان. نعم. وهيك بيساعد الإنسان أنه يعرف يا ابني أنت ما تخاف من هاي الزاوية، أنت انتبه للزاوية الثانية. في ناس بحكي لنا الأحلام هالقد وبتخوفني كتير، انتبه للصبح، انتبه لحالك، ما تخاف من الأحلام، ما تعطي انتباه إلها، ما تحكيها، عشان هيك بتبطل تروح. ولكن كل ما خوفتك، كل ما فكرت فيها بنهار، كل ما ثبتها في داخلك، هاي الإرشاد الروحي بيصير يعطي لكل شيء كيف يساعده روحيا إنه يبعد عنه ويموته، حتى يموت جذور الخطية الموجودة في داخل قلب الإنسان. لأنه حكينا بالاعتراف تغفر كل الخطايا، أوكي انغفرت، ولكن جذور الخطايا لساتها موجود في القلب.
من خلال الإرشاد الروحي اللي بنسميه القانون الروحي اللي بعطيه الأب الروحي لابن الروحي من خلال أي العودة إلى طاعة وصايا الله، لأنها فيها الحياة، يبدأ يموت الشر الداخلي أو الجذور المتجذرة في داخل قلب الإنسان، وتعود تفرخ الفضائل بداخل القلب، حتى بتصير من القلب بتصير للجسد من خلال العمل، وبتصير للفكر من خلال الفكر، وبالتالي بيصير عند الإنسان السلام الداخلي، الفرح الروحي، الحرية من الشهوات ومن الخطايا. هاي كلها بيساعدها الإنسان من خلال كيف أستطيع أن أتخلص من الخطية. نعم. يعني هذا دور الأب الروحي، إنه اللي حكى أبونا مش لازم يكون عندنا الترهيب ولا لازم يكون عندنا إدانة. نعم. الابن الروحي، لأنه بالتالي أنا نفسي شيء بشر، أنا نفسي بشر. يعني أحد الآباء الرهبان اللي كان يعرف حكى لابن الروحي لهالقد بدك تضلك بالزنا؟ مباشرة بحكي، بس طلع الابن الروحي مسكت الحرب، الكاهن اللي حكى لابنه حرب زنا فظيعة جدا. نعم. حتى ركض عند أبو الروحي وقال له أنا راهب ليش مسكتني؟ عرف أنه بسبب إدانة ابن الروحي، أنه أدانه بسبب هاي الخطية. نعم. فأمرات كتير إحنا أغلبنا منكون عن طريق الإدانة أو عن طريق خطايا تانية موجودة أدتنا لهاي الخطايا الكبيرة. عشان هيك بيساعدنا من خلال الإرشاد الروحي نعرف مين هي الخطية اللي داخلي حتى أقدر أقتلها. الأساسية أوجه كل من ضاري إلها، ما أنشغل بخطايا صغيرة، الخطايا الصغيرة رح تروح لما أقضي على الخطية الكبيرة الموجودة في قلبي. نعم. معنا اتصال من الأخت أنجيل صوالحة. صباح الخير، صباحك نور. صباح ست أنجيل، كيف حالك؟ كيف حالك؟ أهلين، الله يخليك. صباح الخير أبونا. صباح النور، بركة ربنا تكون معكم. أنا عندي مداخلة صغيرة، بحب أقول إنه السيد المسيح في إنجيل متى 6:15 بقول السيد المسيح إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا، يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا. بعدين في متى 16 بقول له أن لا بطرس أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. يعني أعطاهم الصلاحية، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. هاي الصلاحية والسلطان للتلاميذ، ومن بعدهم لتلاميذ المسيح، ومن بعدهم الكهنة. هذه السلطة الكهنوتية هي لها دور كبير في الكنيسة، وفي الشخص اللي بيجي يعترف أو الأشخاص ولا المؤمنين اللي بيخطوا، فهذا دورهم إنه يزيلوا كل حجر عثرة بيؤدي فيهم إلى الخطية. يعني معناته مش بس أي حجر عثرة، معناه إنه أي شخص أو برنامج أو تعليم في الكنيسة بيهدد النمو الروحي للجسد. الرب يسوع بيقول إنه خير أن نذهب إلى السماء بيد واحدة من أن نذهب إلى الجحيم ولنا يدان. فعلى يعني على هالأساس هذا يسوع دائما يغفر، دائما يغفر. ولازم لما نروح نتناول يكون الإيمان يعني التوبة والإيمان بيسوع إنه صدقا دائما يغفر، مش منروح بس منعترف هيك ومنلقي خطايانا ومناخد الحل ومنرجع. يجب التوبة، والتوبة بقلب خاشع متواضع مؤمن، لو يكون متأكد بإنه المسيح غفر خطاياه. فعنا أمثل كتير ليسوع لما غفر للرجل المفلوج اللي نزلوا من السماء من السقف عفراشه، كمان غفر للمرأة اللي أمسكت وهي تزني، غفر للمرأة اللي دهنت قدمي بالطيب، كمان لبطرس عندما أنكر معرفة يسوع. فدائما الله عنده خطة دائما لمصالحتنا ومصالحة من يختلف معنا. فنحن المؤمنين لازم نعيش في انسجام. لما بخطئ لنا أحد كثيرا ما نفعل عكس ما أمرنا به الرب يسوع، نتحول عنه، ممكن نزعل منه أو نستاء ونسعى للأخذ بالثأر ومنديع عنه الإشاعات. لكن إحنا على العكس يجب أن نذهب إلى ذلك الشخص أولا، ومهما بدأ يعني كان الأمر صعب، بعدين نغفر له كما طلب منا ذلك يسوع. وهذا بيتيح إنا إنه يكون إنا فرصة أفضل لاستعادة العلاقة الكويسة معه وبالتالي مع الرب. لأنه قال له لتلاميذه من سيدخل ملكوت السماوات، كيف سأدخل ملكوت السماوات؟ قال له لما تغفر لي المذنب إليك، المذنب إليك مش 7 مرات، 70 مرة 7 مرات.
حلو. فالرجاء أنه من المؤمنين في كنيستنا والأشخاص اللي بيروحوا يتناوى سر القربان المقدس ثقتهم بالكهنوت وبالكاهن، مش أنه الكاهن مش أي شخص عادي زي ما بتبث بعض الناس وأراء الناس أنه من هو الكاهن حتى أنا أعترف له. لا، الكاهن عنده سلطة من الرب، هو يغفر الخطايا. المسيح قال، سيدنا المسيح له المجد، فلازم يكون عندنا ثقة بأبائنا وبكهنتنا وبالرب يسوع المسيح اللي هو بيمثل الكاهن على الأرض، إنه دائما ربنا رحوم غفور. وشكرا لكم. شكرا لك على المداخلة ست أنجيل، صباحك نور حبيبتي. أهلين، صباحك حبيبتي. بتلاقي في عندنا بعض الأشخاص وعي على أهمية سر التوبة والاعتراف أبونا، وبتلاقي أيضا كمان على أهمية وجود الكاهن، وأنه الكاهن هو اللي له السلطان واللي له السلطة، وهو المخول من قبل السيد المسيح كما ورد في الكتاب المقدس أنه يغفر الخطايا. وأيضا هناك طبعا الأصوات التي تنادي أنك لا تدع في واسطة بينك وبين ربك، دائما اعترف لربك مباشرة، ربنا ما بحبش الواسطات، اعترف بخطاياك قدامه هو يغفر لك، اذهب إلى الخفاء وصلي إلى أبوك السماوي في الخفاء وهو يغفر لك، واعترف له بكل ما كنونات نفسك وداخلك. لكن يعني دائما أنا كنت أحكي قدام الناس، يعني بقولوا بنتوا كل الأسرار المقدسة، سر التناول وسر التثبيت وسر سر الزواج وسر المعمودية بتروحوا عند الخوري والكهنة والكنيسة بتعملوه، بتعملوش لحالكم، لكن روحوا تجوزوا لوحدكم. ما تخلوش تخلوش واسطة بينكم بينكم، روحوا انتوا التنين وجيبوا لنا ناس وهي الشهود. هو شو سر الزواج؟ صح. هو احتفال، يعني هو مش قداس ولا هو احتفال، ويكون عندكم شهود انه انتوا قدام ربنا بدكم تتجوزوا، وهي الناس شهود قدام العالم. صح. وتجوزوا، والمعمودية بقول لك انه عند الضرورة، اذا مش ضروري خوري ولا كاهن، عمدوا هالولد، انا عمد بسم الاب والابن والروح القدس وخلصنا. نعم. ليش عند الاعتراف هي اللي ضلت؟ يعني صح. هو سر الاعتراف جدا مهم، يعني جدا صعب عند الواحد، لانه هو صعب يعترف بخطايا قدام نفسه. صح. يعني الانسان قدام حاله، انا صعب اعترف بخطايا قدام حالي انه انا اخطات، لا ما اخطات، هذا هو الحق عليه مش على علي، قدام حالي. صح. بيني وبين نفسي، فكيف بالاحرى أعترف بخطايا كبيرة كالزنا، كالسرقة، كالنميمة، كالكذب، كهاي الخطايا اللي بتودي على نار جهنم، كيف أعترف فيها قدام كاهن وأنا بمركز مثلا كبير، وأنا فلان وأنا علتان وأنا فلانة وأنا 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 معروف عني وأنا كذا، أحكي قدام أبونا أثناسيوس اللي بيعرفني مثلا وكذا وهيك، أقول له أبونا أنا عملت هيك، أنا كذبت، أنا كذا، يقول هلا يأخذ عني فكرة. أيوه. إني أنا إنسان هيك، ولو يا باسمة وإنتي نور سات، أنا بعطي مثل ديروا بالكم، يعني أنا عم بعمل مثل على حالي، بعدين غير يعني وجه نظر من فكرة عني، إنتي نور سات وبترشدي بالعالم وإنتي هيك بتسوي وما أخذها فكرة عن، لا 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 يا باسمة بعينك الله بلا ما تعترفي. صح. وتغيري فكرة أبونا. صحيح. عنك. صحيح. ففي ناس أنا حطيت مثل علي، لكن في ناس كتير بنفس القالب، يعني بتقول لك إنه كيف يأخذ عني فكرة، كيف يحكي عني هلا يقول إنه أنا هيك إنساني أو هذا أنا هيك إنسان. فأبونا يونان هلا هو في المجتمع اللبناني منفتح أكتر، ممكن في عم بتعرض لخطايا أكتر الشباب والصبايا، لأنه بتعرف ممكن كلتشر والثقافة اللبنانية منفتحة أكتر، معنى هي الخطية خطية وين مكان. نعم. هي نفسها، وربنا لما عرف عن الخطيئة هي واحدة بكل العالم، بوجود الإنترنت انتشرت الخطية في بيتنا، صارت في بيت كل واحد. نعم. فلما قال إنه تغوصش بالعم، لأنه ما تدخل بالتفاصيل عشان ما تحرجه. نعم. ما تصير تقول كيف صار وكيف كذا وهيك، خاصة من الخطايا اللي بتتعرضوا لها الجسدية. فأبونا بهاي الحالات، هاي الإنسان بيبتعد عن الاعتراف، سر التوبة والاعتراف بهيك خطايا.
كيف الحل؟ أول إشي لازم نرجع لمفهوم الأبوة الروحية. الأبوة الروحية بدك تعرف إنه الخوري مش غريب عنك، يعني الخوري مش جاي حتى يفضح خطاياك، ولا جاي هو بده يعرف خطاياك، ما الله بيعرفها أصلا. الله بيعرف خطاياك، الله فاحص القلوب والكلى، ولكن الله بده يعطيك من خلال سر التوبة والاعتراف. أول إشي التأكيد على مسامحة الله إلك، وإنه الله غفر لك، لأنه في مصطلح غلط، الكاهن لا يغفر الخطية، الكاهن لا يقوم بالقداس الإلهي، الكاهن لا يزوج، الكاهن لا يعمد. الذي يعمد والذي يزوج والذي يغفر والذي يعمل كل شيء هو الله، هو المسيح. أنا لا أعمل شيء، المسيح هو اللي يعمل. المسيح هو يستخدم إيد الكاهن وثم ولسان الكاهن في الليتورجيا، في الأسرار. الروح القدس هو الذي يعمل في داخل الأسرار، وليس أنا كأبونا. الله يستعيرني، يستعيرني حتى يتم الخدمة الإلهية للإنسان. فبالتالي شو هدف الأبوة الروحية؟ هدف الأبوة الروحية اللي كنت أقرأها امبارح بالليل، هو أن يعمل الأب الروحي مع الله ليجعل الإنسان إلها غير مائت، وأن يصبح هذا الإنسان داخل النور الأبدي. هدف الأب الروحي هو ليس نفسي، يعني أنا مش إنك أنت تعبان نفسيا تيجي تحكي الأب الروحي رح يسمع لك، ولكن الكان هو ليس معالج نفسي، هو معالج روحي. وعشان هيك شفنا المسيح لما كان حكى عن مثل السامري الصالح، حكى حملوا عدابة وأخذوا إلى الفندق، والفندق اللي هي الكنيسة، وسلموا لصاحب الفندق أي الكاهن. واللي بيحكوا إنه ما فيش داعي إنك أنت والله العد، ليش الله أعطاه للفندق وسلمه وأعطاه أجرته اللي هي دينارين أي العهد القديم والعهد الجديد، في مساعدة هذا الإنسان المجروح من الخطيئة والمائت في الخطايا إلى أن يعود ويحيى من جديد ويرجع إبل الله. بداخل وين؟ بداخل المستشفى أي الكنيسة، وبداخل تحت الأبوة الروحية أي الأسقف وممثلين الأسقف ومعاوني اللي هم الكهنة. فبالتالي الله أعطانا أعطى هاي الأبوة الروحية حتى يعيد الإنسان إلى الأبوة الإلهية ويعيد ابن حر لله. فبالتالي كونه في ولادة، هاي الولادة معناته الأب الروحي مسؤول أمام الله عن الابن الروحي في كيف يجب أن ينقل من الخطيئة إلى التحرر، أو من الشر إلى الصلاح وإلى الفضيلة. هذا شو بعطي؟ بعطي الإنسان الروحي، الأب الروحي، إنه يهتم باستمرار في الصلاة من أجل أولاده الروحيين، بعطيه باستمرار إنه يتابع أولاده الروحيين، وبعطيه باستمرار إنه يساعدهم من خلال الإرشاد الروحي، إما بداخل سر الاعتراف أو من خلال هلأ الزيارات أو التلفونات الموجود بأي لحظة بيقدر يوصل فيها الابن الروحي لأبو الروحي حتى يعطيه الإرشاد. ولكن دور الأب الروحي ما بوخد إرادتك أنت يا إنسان، هذا لازم يعرف، يعني لازم الأب الروحي هو بحطك بالطريق الصحيح وعليك أن تسلك، مش لازم يكون في أي إشي بدك تأخده لازم ترجع للأب الروحي، ولا لأنه هيك بصير إنه بطل عندك إرادة حرة، بتصير أنت كل ما بدك بتصير تابع، وليس المقصود أن تكون تابع للأب الروحي، ولكن أن تتحرر من الخطيئة. الأب الروحي بحطك في الطريق وأنت صاحب القرار أن تمشي في هاي الطريق وتمشي مع الله، ولكن في أي خلل الأب الروحي موجود حتى في الحياة الروحية. إنه مش معقولة يا أبونا بدي أشتري بنطلون، أحكي مع أبونا أشتري هذا البنطلون هذا البنطلون، أبونا شو دخلوا بهذا الموضوع؟ ولكن في الأمور الروحية نعم، على الإنسان مرجعتها للأب الروحي حتى يساعده. هلأ ليش بلش كتيرين يطخوا على سر الاعتراف أو بدهم مش سر الاعتراف؟ في كتيرين بلشوا ياخذوا أفكار خاطئة من بعض جماعات دينية اللي عمالها بتحكي شالت كل الكهنوت وشالت ما وراء الكهنوت ودور الكهنوت من خلال عدم وجود وسيط واحد إلا, 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 إلا الابن يسوع المسيح، فبالتالي ما نريد بدنا إياه من المسيح.
ولكن طيب مش في عنا، في عنا ثلاث أمراض، في عنا المرض الجسدي منروح للطبيب، من الطبيب الجسدي وبيعالجنا، وفي عنا المرض النفسي منروح عند الطب النفسي ونتعالج، وكمان في عنا المرض الروحي. فبالتالي طب إذا أنا هدول الاثنين بروح لأطباء، طب المرض الروحي كيف الله بده يساعدني فيه وأنا ما عندي خبرة ولا بعرف هل هاد شو هي مرض الخطية وشو بتعمل وشو ضرور مضارها للخطية اللي أنا عملتها، ما بشوفه لأنه إشي داخلي عميق. فأنا بس بشوف المرض الجسدي بروح بتعالج، أو النفسي بيكون اختلال في العقل فبالتالي بصير اختلالات عنده. ولكن كتيرين مش عمالهم بيعرفوا أنه الروح تمرض لا بل تموت، فبالتالي كون الروح تمرض وتموت فبالتالي بدها العلاج، بدها مستشفى الروحي التي الكنيسة من خلال سر التوبة والاعتراف اللي بيساعدنا فيه. عشان هيك سر التوبة والاعتراف يحارب، ليش؟ لأنه بده يترك الإنسان لحاله، ما بده يكون تحت وصايا المسيح، بده الإنسان يكون هو المركز وأن يقود ذاته من ذاته. كل الأباء بيحكونا أخطر إشي أن ينقاد الإنسان لذاته، حتى لو انك منشوف كتيرين من الاولاد الروحيين امرات بحكوا انه ابونا اليوم صليت كتير، تاني يوم بتقول له قديش صليت؟ ما جاش عبالي. هذا هو اسمه انقياد الذات من الذات. لا، صلي تحت الطاعة تحت البركة، لو صليت 5 دقائق باليوم افضل من كتير، افضل من 3 ساعات انت بتصليهم امتى ما بدك وامتى ما بدك ما بتصليهم. لانه هيك بلعب فيك اهوائك، وامتى ما بدك تعمل علاقة مع الله وامتى ما بدك شاي العلاقة. من خلال سر التوبة الاعتراف هي عبارة عن علاقة دائمة مستمرة ما بين الابن الروحي مع الله، هاي هي بداخل سر الاعتراف. عشان هيك حكينا أول إشي هو إنه يكون الإنسان أن يكون حي بداخل الكنيسة، وعشان هيك بيختار الأب الروحي، يجب اختيار الأب الروحي أول إشي يكون هذا الإنسان عايش الحياة الروحية، هذا الكاهن. والإشي الثاني لازم يكون مش متساهل. شو المقصود مش متساهل؟ أي إذا إجانه ابن الروحي أبونا بكرة الجمعة طالع رحلة أنا والولاد، معلش ما أصومش، آه يا ابني بتردها مرة تانية، أو يا أبونا سامحني اليوم ما صليتش، آه يا ابني وبكرة كمان خد عطلة من الله. فبالتالي يجب أن يكون هذا الإنسان بحب الحياة الروحية الكاهن، ويجب أن يكون عنده التشدد الأبائي، التشدد في 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 عمل وصايا المسيح لابن الروحي، وإلا رح يهدمه. لأنه إذا اليوم بتسهل بإشي بكرة بتسهل بإشي بكرة بتسهل إشي، هذا كله بيأثر على روح الإنسان اللي بدل ما ينهضه من موت الخطية رح يخليه أكتر، ولكن بتبرير من الأب الروحي هون بيكون قاتل. عشان هيك بلزم خبرة روحية للأباء الروحيين يكون عندهم، عشان هيك مش كل واحد بيعرف، وعشان هيك المطرانية ما بتعطي كل واحد يعرف. المطران مفروض هو اللي بيختار من خلال حياة الكاهن الروحية اللي بيشوفه هل ممكن يقود أو ممكن يدمر. نعم. فبالتالي إذا ممكن يقود رعايته ساعتها بعطيه هاي السلطة لحل الخطايا، أو بحكي له لا هذا ما بعطي، اللي هو السيف اللي بيلبسه الكاهن عنا في كنيستنا الأرثوذكسية، هو بيمثل هاي السلطة الروحية على الأبناء الروحية من خلال تقبل الاعتراف والحل. هاي النقطة الثانية المهمة، اختياري للأب الروحي يجب أن يكون سليم، مش خوري مثل ما بدي أنا كونه عندي علاقة اجتماعية معه. الشيء الثالث، الأب الروحي هو أب، ما في بفتكر بنت بتكسر كاسة بالبيت وأمها كل يوم بتمسكها هاي انه انت اللي كسرت الكاسة وانت اللي كسرت وبتصير تعاملها انها هي اللي كسرت الكاسة. ولا الاب الروحي بيقدر يعامل ابنه بمعاملة سلبية لما بسمع خطايا، كونه حكينا قبل شوي اي اشي بتعرض له الابن الروحي قد يتعرض له الاب الروحي، كونه لانه احنا تراب والكاهن عبارة عن تراب. نعم. وكونه تراب فبالتالي هو معرض للخطايا باستمرار، وكونه معرض للخطايا عشان هيك بيكون عنده قلب لحمي على أخو الإنسان. المسيح أعطانا نكون رحماء على أخونا الإنسان ولكن متشددين على ذاتنا. يعني عشان هيك حكينا الكنيسة بتسمي خطية الكاهن ولكن جهالة الإنسان. حلو، أنا لما سمعت هيك جهالات الشعب وكيف خطية الكاهن
يعني لقيتها قوية هذه التعبير. إحنا بمعرفة، أنتم بمعرفة وخطيتكم بتكون أكبر. كبيرة أكبر. ليش؟ لأنه خطيتي هي مثل سلبي لكل الرعية. نعم. رح تكون. نعم. ورح تجر إذا الخوري خطأ هيك. نعم. بحكوا لها. نعم. إذا الخوري مش صايم. صح. كيف بدنا نصوم؟ إذا الخوري عماله بسب. صح. ليش ما نسب؟ فبالتالي أنا رح أكون الكاهن هو القدوة العليا. نعم. في داخل الرعيته، فبالتالي يجب أن إذا أخطأ قدام الشعب بتصير الشعب بنقاد وراء خطية الكاهن وشوف قديش بيكون عم يمشوا وراء. يعني بقول لك إذا الخوري مش صايم، إذا الخوري مش هو عم يأكل يوم جمعة. صح. إذا هو عم مفطر، وإذا هو هيك بعض. صح. تبرير للابن الروحي أو للرعية انه يعملوا زيه. اذا عملوا زيه. صح. وهيك بيريحهم. صح. احنا هلا بنحيي كمان اللي انضموا لنا معنا في البرنامج، وبنقول صبح الخير لريما الريحاني نصراوي وبسمه زكاك وام مجدي وابراهيم صليب حداد. صلواتك يا ابونا، بقول لك يا ابونا الله يسعد صباحكم. صقر حجازين يسعد صباحكم. اسامه غاوي ومي حدادين يسعد صباحك. وبتقول يا أبونا كلامك يريح القلب. عبير قاقيش وسعيد سيو أبو مارو يسعد صباحكم. ممعة كروش الدقم، أبونا أثناسيوس كل صفات الإنسانية والمحبة موجودة فيك ويتعامل معنا بمحبة وحنية وبلطف كبير. الله يطولنا بعمرك أبونا وبركاتك علينا. وسعيد آسيو أبو مارو بقول لك بارخ مور أبونا، سر الاعتراف مقدس لا يجوز إفشاؤه على الإطلاق لأي سبب كان مهما كانت أهميته، ولا يجوز للكاهن أن يفشي السر. طبعا هذا جدا مهم أمام الكاهن، لأنه يعطي هذا السر خصوصية مهما كان حتى اللي بيمعترف، خاص حتى لو كان بجريمة قتل. نعم. ممنوع يفشي. نعم. حتى كمان لو اجوا تبعون دائرة البحث الجنائي يقول لك أبونا افشي أبدا. مين مكان يشلح الكاهن يعني بيعاقب من الكنيسة بتشليحه. نعم. عوني سليمان كمان يسعد صباحك إيفون. حتى أم فادي بتقول الله يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا أم فادي. عوني سليمان يسعد صباحكم بالخير يا رب. أبونا أثناسيوس قاقيش والدكتورة باسمة على جهودكم الرائعة في كل المجالات. واجبنا يا سيد عوني التي تخدم الكنيسة والمجتمعات في الأردن. هل يحق في سؤال من أبو مارو، قال يحق للكاهن أن يكرر ما سمعه في الاعتراف؟ لا، بل عليه أن يحفظ السر بطريقة مطلقة. أوكي، حكى عن هذا مجروح سمعان ملكي. بقدر أحكي شوي كمان لسعيد ابننا. نعم. هلأ سعيد، ممكن يا ابني حدا اعترف عندي في خطية، وأنا شفت هاي الخطية أني بقدر أحكي فيها موضوع، ولكن أنا لا أنا مثلا بتكلم، جاني مرة واحد واعترف بهاي الخطية، أنا بقدر هاي الخطية أخذها موضوع روحي وأحكي فيه على الملا. هلا ممكن اللي اعترف في هاي الخطية يسمعني، هو شو بيفكر حاله؟ بيفكر إني أنا أفشيت خطيته، بس أنا ما حكيت اسمه. أنا ما بنحكي اسم، ولكن في عندي خطية عماله الشباب مثلا تكررها. مثلا واحد اعترف لي إنه عمالهم بيلعبوا بلعبة كم هير شارلي. هاي اللعبة الخطيرة اللي فيها بتصير الأرواح وبتحرك بتيجي الشيطان. نعم. هاي معروفة بين الشباب ولا مشهورة؟ بيجي واحد بيعترف لي فيها، أنا بمسك هاي وبحكيها كوعظة. نعم. وعظة بالكنيسة أو بالشبيبة. نعم. فهو نعم. بصير يفكرني إني أنا أفشيت خطية. طب أنا ما أفشيت خطية، أنا ما حكيت اسمه. نعم. ولكن أنا أخذت هاي الخطية اللي عمالها بتنتشر من بين الشباب وبين الصبايا، اللي فيها بتصير تدخل شيطاني وبتصير تأثيرات شيطانية على حياة الإنسان وعلى بيته، فبالتالي أنا بأخذها وبحكيها. هذا مش معناته إفشاء سر الإنسان. نعم. غير لما أحكي إجتني باسمة أو واعترفت لي هيك وهيك وهيك، أو مثل الكوميدي هاد أخبرهم يا صلاح أخبرهم يا صلاح. هاد شو اسمه، هاد إشي مستحيل، ولكن أن أخذ الخطية وأعمل فيها محاضرة هذا واجبي. طبعاً، لأنه بدي تنبيه، بدي أنبه أولادي وأحميهم من هاي الخطية. طبعا أكيد أبونا. طبعا إحنا كمان بنكرر برضو سعيد عم بقول لك
أي سن أبونا على الإنسان يبلش بالاعتراف؟ هذا كمان سؤال مهم. هلا أغلب العائلات اللي بيعترفوا واللي جابوا أولاد بيخلوا أولادهم من أول ما يبلشوا يروحوا على المدرسة. حتى لو دخلها أمرات بتحكي كل شيء، أمرات بتقعد دقيقة دقيقتين، أمرات بتقعد خمس دقائق. كتير كويس إنه الطفل يتعود من أول نشأته إنه يدخل على الاعتراف، حتى لو ما حكى مش معناته مضي على وقت الكاهن أبدا، بالعكس. والخوري حتى هذا الخمس سنين إجا اعترف لازم يقرأ عليه الأفاشين الحل كلها كاملة بدون اختصار، حتى لو كان طفل. ليش؟ هيك بتعود الطفل يدخل من جهة تحت الطاعة، تحت طاعة الكنيسة، ومن شيء بتعود على سر، ببطل سر الاعتراف ثقيل. يعني لما تيجي واحد عمره 80 سنة تحكي له عن سر الاعتراف رح يلاقيه ثقيل جدا، ولكن لما الواحد يبنى وهو طفل على سر الاعتراف رح يلاقي كتير بسيط، شيء بسيط. هلا في نقطة حكيناها دكتورة، نعم، إنه ليش أمرات إحنا ما بنعترف؟ في عنا إيش اسمه الخجل. نعم، الخجل اللي موجود فينا، كل الأباء بيحكونا الشيطان بيحول لنا الخجل. الخجل ممتاز ولازم يكون عندنا، ولكن من إيش؟ يجب أن يكون الخجل من الخطيئة أمام الله، ولكن الشيطان بيحول لنا الخجل من التوبة. نعم، على الإنسان ياريت يستخدم الخجل في مكانه، في مكان الخجل، إنه مثل ما عمل يوسف. يوسف الصديق حكى وين أعمل هاي الخطيئة مع الله، شلح أواعي وراح. فبالتالي هون أني أخجل من الله، أني أخجل من الله أي من محبتي لأبوي السماوي. بخجل أن أعمل هاي الخطيئة أمامه، أو أعمل ما هي معصية لوسيطه من محبتي لأبوي. ولكن هذا الخجل للأسف الشديد بيروح وقت الخطيئة وبخليني أعملها الشيطان، ولما بدي أجي أتوب هون بيجي الشيطان وبيخجلني أني أحكي هاي الخطيئة. نعم. أول إشي حكينا تغفر الخطايا، والإشي الثاني برضو أنا نسيت أحكيه، إنه الإنسان الروحي يجب أن يخجل. من أي ناحية؟ إما الخجل هون لشخص واحد اللي هو الكاهن أمامه، أو الخجل ما بيحكي السيد في يوم تدينونه إنه رح يكون خجلك قدام كل العالم. فالخجل موجود ورح يكون. اقرر يا إنسان، هل تريد أن تخجل من التوبة في أمام بس كاهن واحد، أو تخجل أمام كل العالم لما تنكشف كل خطاياك قدام العالم؟ هلأ الخجل شو بيساعد كمان؟ الخجل بيساعدني إذا مثلا دكتورة باسمة أخطأت وإجت عند أبونا، نحكي مثل طبعا لا سمح الله، فبالتالي من خجلها إنها تيجي تعترف مرة تانية عندي مش رح تعمل الخطية، فبالتالي راح تحكي مشان الله ما ندخجل، كيف بدي اعترفت له بهاي الخطيه مره تانية. فبالتالي الخجل بيساعد الانسان انه يبتعد عن الخطيه، عن الخطيه عشان ما يجيش يعترف، عشان ما يعترفش فيها مره تانية. فبالتالي الخجل بيلعب دور ايجابي، نعم، انه يبعد الانسان عن الخطيئه. وهيك هلا كنا لانه بنخطي لانه ما بنشوفش الله قدامنا، نعم، ولكن عشان هيك الحراميه بيسرقوا بالليل، عشان هيك كل إشي بيصير بالليل، نعم، لأنه مفكر إنه الله فيش حدا شايفنا. بالضبط. ولكن الله شايف الكل، وعشان هيك بيجي الخجل من الإنسان حتى يساعده إنه يبتعد عن الخطية. نعم. هلأ الإشي الثالث اللي بيخليني كمان إنه أمرات ما أجل الاعتراف هو بعض الكتابات اللي انكتبت اليوم، زي أكنها تضرب من خلال الكهنوت إنه ممكن الكهنة يحكولي عن خطيتي. وهي للأسف صارت، نعم، عشان ما نكون حقيقيين، صارت ويعني مثلا شخص إجا اعترف وحكى لي أبونا أنا اعترفت لكاهن وأنا زلمة، إجا الكاهن وأنا في الطريق بحكي لي لساتك بتسبع أمك قدام الناس. فبالتالي طيب كيف هذا الإنسان بده يثق بالاعتراف مرة تانية؟ نعم. فهيك من ضر روحيا، نعم، وحقيقة يعني اللي كتبه هو صار، نعم، يعني صار، ولكن مش لازم يكون من الكهنوت أبدا، لأنه هاد إشي داخلي روحي، وهاد إشي بداخله الله. ما بتقدر تتلاعب أنت مع الله وتكشف إشي جرح إنسان، حتى الدكاترة ما بقدر يكشفوا لأي ناس أي مرض. طبعا يعني، ورح أحكي لكم عن إشي تاني، في عنا أعضاء بجسمنا إحنا ما بنقدر نكشف على حدا.
ولكن مرضها بيكشف بيخليني أروح على الطبيب حتى شو ما أنا راهب أنا راهب وأمراض بضطر أروح على دكتور لأني مريض بكون. فمش معناته إني مريض ولأني بدي أستحي معناته بديش أطيب. طب ما أنا إذا ما رحتش للدكتور مش رح أطيب. صح. ونفس الشيء في خطايانا مهما كانت لازم نعرف ونؤمن الكاهن مش جاي يسمع تفاصيل. نعم. ولا جاي بده يعرف حقيقة ولا جاي بده يعاملك بالسوء ولا يدينك ولا يمسكها عليك ممسك. هو أب روحي بده يطبيبك ويساعدك, ويساعدك للشفاء الروحي للشفاء الروحي. صح. مزبوط. نعم. طبعا منكمل نحن الصباحات من نيلي قبعين أيضا ضمت لنا بشرى يعقوب وشذا دانيال يسعد صباحكم والسحر سمردلي طبعا الجميع عم بيشيدوا بهاي الحلقة حنان بقيلي سناء اللوح يسعد صباحك عوني خلف خلفات سهام نينو عبد الصلاه لوجع مؤلم بظهري يا رب ابونا يذكرني بصلاته صلاه ان شاء الله يا رب معك يا رب تحميك بالشفاء يا رب ايد ربنا والعذراء امين يا رب بالشفاء وكل الاشخاص اللي ينضموا لنا على المباشر ايضا ابونا جورج شرايحه بالتوفيق ابونا والدكتور اشتقنا لك يا ابونا جورج وينك اليوم ما صبحت علينا اتصال مع ابونا جورج شرايحه نصبح عليه على البرنامج احكي معاه على التليفون اكيد ابونا بالتوفيق انت والاولاد اليوم على المدارس ان شاء الله يكونوا موفقين وراحوا على المدرسه وداوموا ريمون تليفون من ابونا جورج شرايحه بعد الفاصل فاصل ونواصل معكم في ميلادك حفظت البتولية وصنتها وفي رقادك بأمنت العالم وتركت يا والدة الإله لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة فبشفاء جورج اليوم استفدناك الله يخليك كيف حالك تمام الله يحفظك الله يحفظك يا رب وصباح لأبونا قدس أبونا أثناسيوس حبيبي صلواتك أبونا صلواتك حبيبي الله يخليك يعني ما شاء الله متابعين والكلام الحلو اللي عم ينحكى عن سر المصالحة سر الاعتراف اللي بيوطد العلاقة وللأسف الشديد بعيد بحكي لي للأسف يعني مضت سنين طويلة في بداية القرن الماضي ولنهاية القرن العشرين والشعب المسيحي بالأردن كان ما يفهم أبعاد وممارسة سر الاعتراف فكانوا الناس قبل المناولة بيجوا بيوقفوا بيحط البطرشي للكاهن وبيصلي على رأسهم صحيح. وبيمشي الحال بتناولوا وبيمشوا مع شوي شوي بلشت تعي الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية لهذا السر المقدس وكيف الناس صار في عندهم وعي لسر الاعتراف والإرشاد الروحي وأن يكون في أب اعتراف في حياة المؤمن المسيحي الملتزم اللي بيعيش حياته الروحية بقرب من الله وبيحب أنه يوثق هذه العلاقة بشكل يومي أنه يفحص ضميره
وبحتاج الإنسان مثل ما تفضل القدس أبونا قبل قليل أنه لا طبيب للجسد، كذلك بحتاج لا طبيب للروح. فيجي هنا دور الأب الاعتراف، الكاهن اللي بيرافق الإنسان، حتى إحنا الكهنة يعني لازم يكون في عنا وإجباري يكون في عنا مرشد روحي، كاهن زميل إلنا يعني لأعلى سلطة بالكنيسة البطاركي والساقفي بيكون عندهم مرشدين، حتى أنه قداسة البابا فرانسيس في عنده مرشد روحي من الآباء المقربين لقداسة البابا. فيجب على الإنسان مش بس أنه الكاهن لأنه هو ناس تعترف عنه عشان بيكون أب روحي، أيضا يجب أن يكون هو لديه أيضا هذا الإرشاد الروحي بحياته، لأنه فحص الضمير مسألة حساسة جدا وفيها شوية مرونة تصبح مع الشخص من كثر ما الحياة ومتطلباتها واعتراكه وتصادم في المجتمع الخطية بتحيط فينا من كل الاتجاهات، بيحتاج الإنسان إلى عودة للضمير وبده لازم يعني يتأكد من العلامة، بده بوجود الكاهن بيساعده. أوكي أنا بعترف خطاياي لله، دائما نسمعها، أنا بحكي خطاياي لربنا، ماشي تمام، طب أنت لك شوف الحل كيف. ولما بتعترف فيها أنت أمام الكاهن، لما بتأخذ الحل اللي بيثبت إلي أنا، هذا السؤال كثير الناس بيسألوه، أنه شو بيثبت إلي أنه الله سامحني على الخطيئة، لما أنا بصير تخف خطيئتي وصير أبطل أعيد نفس الأخطاء لأني أخجل من 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 نفسي أمام خطيئتي، فبصير الإنسان على هذه العلاقة الوطيدة مع الله، مش بصير ما يعمل الخطيئة عشان ما يروح جهنم بعدين ولا عشان ما كذا وكذا، بصير لا، عشان أنا من داخلي أكون بسعى لأكونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل، كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. هذه دعوة إلى القداسة اللي بحياتنا بتحتاج إلها شوي شوي لثمار تثبت مسيرتنا الروحية بحياتنا بالخلوة الروحية. وأبونا أثناسيوس طبعا من الآباء الرهبان اللي هو اختبر بدعوته الكهنوتية هذه الحياة اللي إحنا ما اختبرناها بحياتنا الرعوية، ولكن بالأجر في إلها رونق. لذلك يجب علينا أن نمارس الرياضات الروحية قبل الأعياد والمواسم الأساسية في الكنيسة، ونعود إلى تلك الأجر اللي هي الواحة الإيمانية، خصوصا دائما نشي بدير دبين، يعني هو دير الأم بالأردن، وأعاد إلى الكنيسة مش بس الأرثوذكسية، الكنيسة بشكل عام في الأردن، الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، إلى هذه الخلوة، هذه الخلوة الروحية، إلى الالتقاء بالله بالصمت. الله لا نسمع صوته بالضجيج، نسمع صوت الله بالصمت، ومن هنا سر الاعتراف بيخلي الإنسان يعود إلى ذاته، يتصالح مع الله تعالى، يفوت في عمق هذه الشوكة بين الله والإنسان عشان نقدر نشوف صورة الله في أخونا الإنسان. صباحكم نور يعني، ومتألقين، وما شاء الله اليوم معلومات دسمة يعني بوجود رهبان. أبونا يسلم تمك على كل حكيته، مشكور كتير، إحنا بشر كنا خطايا وبحاجة لصلواتكم دائما. يحفظك يا أبونا، وصلونا واذكرونا بصلواتكم وبتأملاتكم. شكرا يا أبونا، وصباحك الله نور، ونشوفك إن شاء الله دكتورة طلت قريبا. طلت ما شاء الله، يسعدها الطلة يا دكتورة. الله يسعدك يا رب، تسلم، قلبنا معكم، الله يخليك يا رب، صلواتكم. تسلم يا أبونا، نهارك سعيد، نهارك نور. شكرا تسلم. جميل ما تحدث فيه أبونا كمان جورج شرايحة على موضوع الاعتراف، لأنه لما تحدثنا على أنه نختار هذا الموضوع نحكي فيه أبونا، لأنه صرنا نشوف في كنائسنا الكل يتقدم للمناولة، بكل كنائسنا نحن الأرثوذكسية والكاثوليكية بكل أطيافها الجميع يتقدم للمناولة بدون حتى لا سر اعتراف ولا حتى توبة ولا الجميع كاملين للأسف. بقول لك يلا احكي فعل الندم وانطلق. فصادف انه المناولة اللي بياخدوها بيستهينوا فيها، هي بتصير نار مثل ما بيحكوا، عم تاخذ جسد المسيح وانت على يعني بغير استحقاق، وجميعنا غير مستحقين مزبوط، لكن على الاقل يعني انك انت تحي هذا السر، الجسد المسيح اللي عم تاخده، فهل انت تستحقه؟ يعني تستحقه بحق انك انت عم تاخده؟ هل تحي هذا الجسد، هاي النعمه اللي عم تاخدها ودخلتها في قلبك،
هل تعي أهميتها؟ هل أنت حضرت نفسك، حضرت قلبك، حضرت حالك، هيكلك من الداخل لاستقبال هذه هذا الجسد المقدس؟ فما عم بيبيعه إذا أنت مش مقدر هذا الجسد اللي عم تتناوله، إذا لأن أنت ما حضرت حالك، إذا مش مآمن بهذا الجسد عم تاخده، صفت الموضوع كله روتين. خلاص إنه بصلي وآخر هالقداس بتناول وخلاص، ومنسحب حالنا ومنروح وسلامتك وتعيش. فصار الصلاة روتين، الإيمان روتين، الذهاب إلى الكنيسة روتين، يوم الأحد روتين، فحياتنا كلها روتين. عشان هيك الإنسان ما في عنده سلام في القلب. حتى الصلاة روحت الكنيسة بطلت تجلب هالراحة النفسية. صاروا الشباب يبتعدوا عن الكنائس، يبتعدوا عن الصلاة، لأن ما عم تجلب لهم الراحة، لأن ما عم بيصلوا بهالعمق بهالإيمان. فلازم نرجع نحنا نعاود، نرجع نجدد مفهوم الصلاة، مفهوم مفاهيم الإيمان تبعنا، مفاهيم الأسرار تبعتنا، نرجع نجدد التعريف تبعهم، كل الأسرار نرجع نجدد شباب التعريف فيها لشبابنا. دكتورة، بفتكر أكبر خطية هو إحنا الكهنة. إذا رجعنا لكلام أبونا يونان، بعترف هو الكهنة أوقاتهم بعترف في ابتعاد الشباب. وبفتكر سيدنا المطران قبل فترة وحكى إحنا السبب. الكاهن يجب أن يكون قديس. إن أردت أن تغير رعيتك يجب أن تكون قديس بكل معنى الكلمة، حتى تستطيع أن تؤثر في داخل قلب ابنك البعيد عنك، حتى اللي بيجيش على الكنيسة لازم تكون أنت قديس. إحنا للأسف إحنا السبب، وبرضو برد أحكيها، لازم نعيش إحنا الحياة الروحية بكل حذافيرها الحقيقية، حتى نحيا إحنا، حتى نستطيع أن نلد، حتى الكنيسة تكون حية. يجب أن يكون الكاهن حي. إذا الكاهن مش حي الكنيسة تموت، وبالتالي بيبتعد عنها أولادها. يجب أن يكون الكاهن حي بداخل الله، أن يحب الخدم، أن يحب الحياة الروحية ويحب الله، ساعتها رح يحب العطاء. نعم. ساعتها ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. كيف أنا بدي أكون نور وأنا مش عايش الحياة؟ شو بده يشوف ابني اللي خارج عن الكنيسة أو اللي داخل بالكنيسة؟ إذا أنا بخلص الصلاة بسرعة، إذا أنا بسب، إذا أنا بشتم، أي قدوة بدي أكون له؟ أنا قدوة صالحة يجب أن يكون لابني. إذا أنا صالح ابني رح يطلع صالح. عشان هيك حتى أقدر أجلب اللي خارج الكنيسة للكنيسة برعيتي لازم أنا أكون قديس بكل معنى الكلمة. عشان هيك من اشتهى الأسقفية فقد اشتهى شيئا حسنا. أني الكل مش منصب الأسقفية، الأسقفية يجب أن تكون واصل إلى اللاهوى، أي من اشتهى اللاهوى أي اللا خطيئة أي القداسة، هذا اشتهى شيئا حسنا. إذا أنت بدك تكهنوت عشان تجنز وتعمد وتكلل، معناته أنت عبر صورة خادم فقط. أنت يجب أن تكون قديس تعكس قداستك للآخرين. سبب كتيرين من بعدهم عن الكنيسة في الزمانات هو إحنا. يعني أنا بتذكر أول مرة عرفنا في كنيستنا الأرثوذكسية من مجيء أبونا خريستوفر السيدنا هلأ على الأردن. إحنا ما كنا نعرف، ما أهالينا ما كانوا يسمعوا إشي عن سر الاعتراف، ولكن بحمد الله إنه صار عنا نسبة عالية من الشباب والبنات والأطفال اللي عمالهم بيجوا وبرجعوا لسبب اعتراف. من اللي حكيتي دكتورة، في ضغط نفسي هائل على الإنسان، والإنسان لازم يرتاح ولا بتفجر. عشان هيك بتيجي الجلطات، عشان هيك بيجي الأمراض العقلية والنفسية. وكثيرين من دكاترة النفس المسيحيين حكوا لو الإنسان المسيحي بيعترف ما فيه داعي يجي على دكتور نفسي. نعم. ولكن من قلة الأمثلة الروحية الحقيقية في داخل الكنيسة ابتعد أولادنا عن الكنيسة. نعم. وبالتالي راحوا للدكاترة النفسانيين. عشان هيك الكنيسة الحية هي الكنيسة اللي بتلد كهنة
روحانيين وبتنزلهم في الرعاية، وهدول الكهنة رح يلدوا أولاد في داخل كل رعية، بنات وصبايا اللي يروحوا للاعتراف ويروحوا للحياة الروحية حتى ينشأ منهم كهنة ورهبان وراهبات. هاي هي السبب الأول المباشر لاهتداء أي واحد، السبب فيه أنا، وهذا حقيقة نحكي دائما ونشعر فيه أنا السبب. لو أنا قديس كان ابني رح يطلع، كان رح يرد علي، كان رح يجي، كان رح يشوف المسيح فيه، كان رح يسمع المسيح من صوتي، رح أكون أنا مغناطيس جاذب للآخر إلي بالتالي للمسيح. صحيح، هاي نقطة أساسية أمرات إحنا بننفر منها لأنه ما منلاقي هذا المغناطيس، بالعكس منلاقي سالب على سالب، موجب عجوب، نعم. موجب نتنافر. نعم، هاد الخطوة الأولى. الخطوة الثانية دور الأب الروحي في زيارات العائلات الروحية، نعم. والتكلم عن الروحانية في داخل، إما في الليتورجيا أو في داخل الأسرار، لازم يعظ باستمرار. ومن جهة تانية في زيارات الروحية اللي تساعد إنهم يوصلهم معلومة، لأنه في ناس ما عندهم هاي المعلومة. في ناس بيحكونا مثلا امبارح كان عندي في جناز بحكوا لي ابونا اول مره بنعرف شو الثالث والتاسع والأربعين. طب احنا دائما بنعملهم ولكن مش فاهمين شو هم، لانهم من جهه بعدهم ومن جهه بعد الكهنه عنهم. نعم. فاحنا بنروح على اللي بيجي على الكنيسه وبنعمل معه علاقات اجتماعيه، ومسكين اللي بيجيش على الكنيسه بنهمله. نعم. بنبطل نعرفه. نعم. علي ازور هدول حتى اثقفهم روحيا، وأستخدم الوعظ في كل مكان روحي، في كل تجمع روحي، حتى أساعد الإنسان إنه يرجع للروحانية. نعم. إحنا الماديات والاستهلاك عماله بأخذنا عن الروحانية وعن الله، بموتنا، بيزيدنا أكتر تشبت بالدنيوية. فعلا. كيف دور الأب الروحي ينقل ابنه من الدنيوي إلى الأبدي، ومن الحاضر لمستقبل روحي، ومن خطية ومن الظلمة للنور، ومن الخطية للفضيلة. هاد دور. هلأ كيف أنا بدي أتحد مع المسيح، المسيح النور، وأنا خاطئ؟ عشان هيك كيف أنا بتقدم للمناول المقدسة وأنا مش تايب؟ طب أنا معناته مش عارف شو بتناول. المسيح مزبوط هو نور ونار، نور تضيء الإنسان وتنيره، ونار تحرق خطاياه. ولكن إذا الإنسان ما عنده توبة وما عنده معرفة، يعني يسبق المناولة أي الاتحاد بالمسيح أن أتطهر من الخطايا من خلال سر التوبة والاعتراف. فكيف أنا بدي أتطهر من أتناول المسيح وأنا خاطئ؟ ما في شركة ما بين النور والظلم، بحكي القديس بولس. أي اتحاد ما بين الله والشيطان لا يستطيع. فبتكون دينوني إلي اللي بيفكر إنه صلاة الكاهن اللي بحط على البترشيل اللي تكلم فيها أبونا جورج هي لا تغفر الخطايا، ولكن هي بس إعطاء بركة للإنسان إنه يا إنسان تذكر إذا في عندك خطايا توب عنها وندم، ولكن هي لا تحل بالخطايا. الذي يحل الخطايا هو من خلال الاعتراف الإرادي الطوعي الحقيقي بكل مكنونات القلوب، المبني على توبة صادقة خالصة من الضمير بعدم العودة إلى الخطية. هون تأتي النعمة الإلهية وتمسح الماضي وتغفر وتنقي وتطهر، حتى يأتي أن يتحد، يدخل المسيح ويتحد بهاي النفس البشرية والروح وجسدنا ودمنا وكل أعماقنا، يدخل إلى المسيح حتى يطهره وينقي. فبالتالي أنا عشان هيك المسيح لما حكى لهم روحوا نادوا لي كل الناس، لما دعا المدعوين ولا واحد إجا من المدعوين، لما دخل لقى واحد مش لابس لباس العرس، حكى له يا صاحي كيف دخلت إلى هنا؟ صمت ما جاوب. كيف أنت بتتقرب لجسد المسيح ودمه وأنت خاطي؟ يجب أن تلبس لباس الملوك، أي أن تستعيد الطهارة والنقاوة قبل أن تشترك مع المسيح وتدخل إلى ملكوته. نعم. لأنك المناولة هي الملكوت، أين المسيح هناك الملكوت. فلما تتحد بالمسيح أنت تتحد بالملكوت. نعم. وعشان هيك صلواتنا لما نبلش القداس اللي عم نحكي، مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، أنت في داخل الملكوت. نعم. فإذا كنت أنت في داخل الملكوت ومش لابس لباس التوبة والنقاوة،
رح يجيك صوته يحكي لك يا صاحي كيف دخلت إلى هنا. هذا اللي لازم نعرفه، وهون بيساعدنا إنه نعي خطيتنا، نعي إنه إحنا بحاجة للمسيح. الإنسان اللي بيشعر بخطيته معناته بيشعر إنه بحاجة للمسيح، فبالتالي بيشعر بحاجة للروحانية، بيشعر إنه بحاجة للصلاة، بيشعر إنه بحاجة للصوم. ولكن الإنسان اللي ما بيشعر بخطيته هو ما رح يشعر للتوب، وهذا شفناه بالابن الشاطر. ولما رجع لنفسه، قبل ما يرجع لنفسه ما كان شعر إنه بالخطية، فكان يعمل اللي بده إياه. ولكن الإنسان لما بدخل بداخله وبيشوف إنه خاطي، ساعتها ببلش يتوب. نعم. حرب القرن 21 دكتورة هو الشيطان ما بعطينا وقت نقعد محلنا. عشان هيك بتشوفي أولادنا على الفيسبوك أو على التلفون 24 ساعة. نعم. بيخلص من الفيسبوك بشوفه بزهق منه بروح بالواتساب، بيخلص من الواتساب بروح الانستغرام، بعدين الهاتشتاج واللي بصار إيش، فبعدين برجع للفيسبوك مرة تانية بيكون إيش جديد. حتى إنه ما مجرة غير البرامج التلفزيونية وغير الألعاب الأتاري والتكنولوجيا على طول بتطلع كل شيء جديد. أبونا لا يمل عن جد من حديثك، وأيضا يعني غني بالمعلومات وغني بالأفكار الرائعة اللي احنا بنتمنى انه كل متابعينا ومشاهدينا على صفحتنا وعلى النورسات وكل جماعة المؤمنة اللي بتتابعنا كمان مجددا واللي انضمت لنا في اتصال معنا معه. احنا على فكرة خلصنا من موعد انتهاء البرنامج، لكن هناك اتصالات وايضا هناك اسئلة كمان انطرحت، فاحنا عشان هيك جددنا شوي مددنا فيه. فرح ناخد فاصل ومعنا اتصال هاتفي من كاهن بعد الفاصل. فحبيب تذكر طيب من ربوع الخالدين، إنما الموت الرهيب جنة للشاهدين. ستيفانوس يا من عملت للعلا ما أذهلا، أول الخدام كنت والشهيد الأولا. أنت وبخت اليهود ذلك الشعب الأثيم، فلقد كنت مريدا هديهم دربا قويم. اعلموا الوحي الجلي في كلام الأنبياء، أنه يأتي المسيح لخلاص الأشقياء. جاءكم واختار ذلا بينكم رب الجنود، فصلاتكم كان في طفل صغير من أرض سيلفريا، اسمي أنستاس وعيته مش غنية، بيصلي للمصلوب الساجن بالقلوب للرب الفتية صابت مصافية. الشبي لما سافر للقسطنطينية عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحة نور سات جوردان ببرنامجكم الصباحي صباحكم نور. أنا وأبونا أثناسيوس قاقيش معكم في موضوع عن السر التوبة والاعتراف، ومعنا اتصال هاتفي من الأب فرح حجازين. صباحك نور أبونا فرح. صباحك نور أبونا، كيف حالك؟ الله يسلمك. هلا الله يسعدك يا ربي، مبسوطين نسمع صوتك. الصوت واطي كثير، يعني الصوت واطي عم بيقول صوتك منيح معنا، بس انتو لسه لو ترفعوا شوية. اوكي هلا بيرفعوا من الكنترول روم. اوكي تفضل ابونا. اي معك انا وابونا اثناسيوس قاقيش. اهلا وسهلا فيكم. شو طلبتوا مني اتحدث عن
سر الاعتراف اللي احنا بنفضل نسميه سر التوبة أو سر المصالحة. نعم. على كل حال أنا بشكركم على الاستضافة وتسعدني جدا أتحدث في هذا الموضوع لأهميته بالنسبة لخلاص الإنسان بعد مجيء السيد المسيح وقدم لنا دمه فداء وأعطانا كل الوسائل اللي فيها الإنسان بحقق خلاصه على هاي الأرض. ومن بين الخلاص الإنسان هي الأسرار السبعة اللي قدمها السيد المسيح للكنيسة، وهو الوحيد اللي بيعمل الأسرار وهو اللي صنع الأسرار. والسر الاعتراف أو سر التوبة أو المصالحة هو من بين هاي الأسرار. وللأسف أنه هذا السر بنلاحظ أنه هو أكثر الأسرار عرضة للمناقشة والاعتراف، خصوصا بين المسيحيين، وليس فقط المسيحيين ولكن أيضا اللي بعض المسيحيين ما عندهمش لا كهنوت ولا قربان ولا اعتراف. ولهذا السبب أنا بسعدني جدا أتحدث في هذا الموضوع، أرد على اعتراضين من خلال الاعتراضات، بحاول أعطي فكرة كاملة متكاملة عن الموضوع. الاعتراض الأول اللي بنسمعه دائما من بعض المسيحيين أنه أنا ليش أعترف عند الله كاهن، أنا بعترف مباشرة لله ولا أريد واسطة بيني وبين المسيح. وإحنا بنعرف أنه السيد المسيح هو اللي أسس الكنيسة وحط بين أيديها وسائل الخلاص اللي هي الأسرار السبعة، ومن بين هاي الأسرار طبعا هناك سر التوبة أو سر المصالحة. والسيد المسيح حتى يهيئ المستمعين لقبول هذا السر أسسه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أراد يسوع أن يثبت بأنه عنده سلطة مغفرة الخطايا، حتى يستطيع أن يمنح السلطة لازم يثبت أن السلطة موجودة عنده، وإلا كما يقول المثل فاقد الشيء لا يمنحه. وقد برهن السيد المسيح على أنه عنده سلطة مغفرة الخطايا عندما غفر للمخلى خطاياه بقوله له مغفورة لك خطاياك. ولكي يؤكد بأنه الخطايا قد غفرت وهي لا ترى، فعمل العجوبة عندما قال المخلى قم خذ سريرك واذهب إلى بيته. في المرحلة الثانية بعد أن أثبت يسوع المسيح أنه عنده سلطة مغفرة الخطايا، وعد التلاميذ بأنه سيعطيهم هذه السلطة عندما قال لبطرس يا بطرس سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته على الأرض يكون مربوط في السماوات، وما حللته في الأرض يكون محلول في السماوات. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد قيامة يسوع من بين الأموات ظهر للتلاميذ وقال لهم خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم خطاياهم تمسك لهم. وهكذا يسوع المسيح أثبت عنده القدرة والسلطة لمغفرة الخطايا ووعد وتمم وعده. ويسوع المسيح نفسه اللي أعطى السلطة للكهنة هو يحترم أيضا سلطة الكهنة سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد. نجد مثلا في العهد القديم أن يسوع المسيح عندما كان يشفي البرص كان يطلب منهم أن يذهبوا ويروا أنفسهم للكهنة، فكان يسوع المسيح يحترم هذه السلطة سلطة الكهنة. وكذلك في العهد الجديد بنلاحظ لما السيد المسيح ظهر لبولس وهو في طريقه إلى الشام لكي يضطهد المسيحيين، سأل بولس يسوع قائلا ماذا يجب علي أن أعمل، فأرسله يسوع إلى كاهن اسمه حنانية في الشام. يعني حتى المسيح نفسه صاحب الشان لم يجيب على سؤال بولس، بل أرسله إلى الكاهن لأنه هو المرجعية للمسيح على الأرض. والقديس بولس أيضا يؤكد بأنه التلاميذ قد قبلوا هاي السلطة من السيد المسيح لمغفرة الخطايا عندما يقول في رسالته إلى أهل كورنثوس إن الله جعل على ألسنتنا كلام المصالحة فنحن سفراء المسيح وكان الله يعظ بألسنتنا، فنسألكم باسم المسيح أن تتصالحوا مع الله. فبنلاحظ إذن حتى القديس بولس بيعترف بأن السيد المسيح قد أعطى التلاميذ هذه السلطة. فبنقول أيضا نقبل هذه الأسرار إذن من يد الكاهن أو من الأسقف، ولا يجوز أن نذهب مباشرة لله حتى نمنح هذه الأسرار. فمثلا لما واحد بده يعمد بروح للكنيسة، بده يتناول بروح للكنيسة، بده يتكلل بروح للكنيسة، فإيش معنى سر الاعتراف؟ لا بلاش، خليها هاي على ربنا. فالمسيح أعطى الكنيسة الأسرار وطلب منا أن نأخذ هاي الأسرار من الكنيسة نفسها. وبنلاحظ على أنه بالاعتراف عند الكاهن باعتراف فردي في فوائد كثيرة. مثلا
إذا الاعتراف بيرجع عند الكيان ينال التائب الكثير من النصائح حتى تصحح مسيرته. وكذلك الاعتراف الفردي يطمئن الإنسان بأنه يسوع فعلا قد غفر له خطاياه وبارتاح نفسيا. بالاعتراف أيضا ليس فقط يمحي الخطايا، ولكن الاعتراف أيضا يعطي قوة ومناعة للإنسان حتى لا يقع في الخطيئة. وبابتعادنا عن الاعتراف نحقق أغلى غايات إبليس، لأنه يعلم أنه بالاعتراف ينال الإنسان الخلاص ومغفرة الخطايا. وأكبر نجاح للشيطان هو في إهلاك الإنسان هو إبعاده عن الاعتراف، لأن يعني الاعتراف هو وسيلة فعالة للخلاص. ولما إبليس بيحاول يبعد الإنسان عن الاعتراف بكون أبعده عن وسيلة مهمة جدا جدا لخلاص. الاعتراض الثاني اللي دائما نسمعه من الناس، من مين هو الكاهن حتى أروح أعترف عنده؟ يعني هو مش أحسن مني حتى أعترف عنده. بنجاوب على هذا السؤال على أنه الموضوع هو ليس موضوع مين أفضل من مين. فمغفرة الخطايا هي السلطة أعطيت الكاهن بغض النظر عن استحقاقه أو عدم استحقاقه. عندما قال السيد المسيح للتلاميذ خذوا الروح القدس، من غفرتهم خطاياهم تغفر لهم. إذا الموضوع هو موضوع سلطة وليس موضوع مين هو أحسن من الثاني. فبدنا نعرف هل يسوع المسيح أعطى السلطة للتلاميذ ولا لا؟ أكيد هو أعطاها في بعد قيامته عندما ظهر إلهم وقال لتلاميذه خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم خطاياهم تمسك لهم. هناك من يدعي ويقول مغفرة الخطايا هي سلطة إلهية، وهناك الكثير من الميادين اللي فيها بنلاحظ أنه بعض المسيحيين اللي بيعملوش في الاعتراف عندهم بيعترفوا أنه ربنا أعطاهم السلطة إلهية، مثلا شفاء المرضى تضعون أيديكم على المرضى فيتعافون هي سلطة إلهية، يطردون الشياطين هي سلطة إلهية، يتكلمون بالألسن هي سلطة إلهية، ومغفرة الخطايا سلطة إلهية. إيش معنى بيعترفوا بالسلطة الإلهية في شفاء المرضى وطرد الشياطين والتكلم بالألسنة وبرفضوا السلطة الإلهية اللي أعطاها يسوع المسيح للتلاميذ ولخلفائهم حتى يغفروا الخطايا؟ هناك من يدعي ويقول بأنه يسوع المسيح فعلا أعطى السلطة ولكن أعطاها فقط للتلاميذ، ولكن هذا لا يجوز، لأن السلطة لا تموت مع الشخص، الشخص يموت والسلطة لا تموت. مثلا مات الملك عاش الملك، لكن سلطة الملك تنتقل للملك الجديد. مات البابا عاش البابا، سلطة البابا تنتقل إلى البابا الجديد. وكذلك سلطة مغفرة الخطايا ما بتموتش مع الرسل، وإلا إذا كان ماتت مع الرسل فرسالة المسيح رسالة فاشلة. يعني بما معنى أنه يسوع المسيح أعطى السلطة للتلاميذ غفروا خطايا، لما ماتوا ماتت السلطة معهم. طيب وين رغبة المسيح أن يكون خلاص جميع الناس جميع العالم؟ إذا لا بد من سلطة العطاء يسوع للرسل أن تنتقل على مر الأجيال للكهنة وللأساقفة حتى يستمر عمل خلاص البشرية، لا أن يتوقف بموت الرسل. وكذلك بالنسبة للسلطات اللي يسوع المسيح اللي أعطاها لبقية الرسل اللي هي سلطات إلهية. أخيرا بحب أنهي كلمتي، لربما طولت شوي، بأنهي كلمتي في هالنصائح أنه نشكر بدل ما ننتقد سر الاعتراف، بتوقع ضروري نشكر يسوع المسيح اللي أعطانا نعمة الغفران. وبالناحية الثانية بقول أنه لما الإنسان بده يسترد صحة الجسد بنشوفه بيدفع الغالي والرخيص، بينما بيقبل صحة النفس ومجانا. فلماذا يرفض الإنسان هذه الهبة وهي التقدمة وهي العطية من يسوع المسيح؟ فبدل ما يكون سر الاعتراف يكون سبب عذاب إنا، يجب أن يكون سبب راحة إنا، لأنه بعض السلام بعض الفرح بعض الهدوء والهداية لضمائرنا. وأنا بقول بعد كل اللي حكيته إنه طوبى لمن يسمع كلمة الله ويعمل فيها. وشكرا لكم، آمين. شكرا يا أبونا، شكرا على كلماتك وشكرا على هالمداخلة الرائعة اللي أتحفتنا فيها لهذا الصباح، وعلى هالنصيحة وعلى هالمعلومات القيمة. شكرا لك يا أبونا. حقيقة شكرا كثير، وأبدعت بالردين هدول، أبدعت أبونا. شكرا لكم، وإحنا دائما على استعداد في خدمة كلمة ربنا، وما تترددوا في أي لحظة بإمكاني أقدم خدمة. أنا في خدمة ربنا، خدمة الكنيسة،
وبشارك معكم في خدمة الرسالة، وربنا يوفقكم لكي تنقلوا هاي الرسالة من جيل إلى جيل كمان. شكرا لك يا أبونا، صباحك نور، وإن شاء الله منضلنا على تواصل دائم. إن شاء الله حبيبي. شكرا الله. هلا أهلين. رائع رده لأبونا، للي دائما بيحكوا بقول لك ليش أعترف لأبونا مع علاقتي مباشرة مع ربنا. صح 100% أبدع بالرد. نعم نعم رائع جدا. وأبونا أثناسيوس، نحن في هذا البرنامج بنشكرك وبنشكر وجودك معنا في هذا الصباح، وأيضا إلنا لقاءات، يعني إحنا ما بدك تبخل علينا في برنامجنا الصباحي صباحكم نور، يعني إن شاء الله بنوعد كمان مشاركينا ومتابعينا على هاي الصفحة وعلى هذا البرنامج أن يكون معنا لقاءات معك أكثر في مواضيع أكثر نبحث فيها. وبالنسبة للمتابعين نشكر متابعتكم، ونتمنى لكم نهار سعيد ومبارك، كل طلابنا وطالباتنا بنتمنى لهم كمان فصل دراسي موفق وبالسلامة يا ربي دايما وأبدا من كل أي مكروه وأي شر. وأيضا سننهي هذا الصباح في بركة وصلاة خاصة من أبونا أثناسيوس، خاصة اللي طلبوا صلاة لشبابنا، وأيضا من الأراضي المقدسة انضموا لنا فيروز الراشد تطلب صلوات، من الأراضي المقدسة انضمت لنا طلبة خاصة أبونا، وصلاة وبركة لطلابنا ولمتابعينا ولنورسات كمان ننهي فيها برنامجنا. يا رب يا يسوع المسيح، يا من تعرف ما حاجة كل إنسان منا، أنت أنعم علينا بروحك القدوس في داخل قلب كل واحد فينا، وامنح الجميع الصحة الروحية والتنقية القلبية والفكرية، امنح الجميع الصحة الجسدية والفكرية ليعملوا وصاياك ويمجدوا أباك الذي في السماوات. نعم يا رب العارف خفايا وقلوب كل واحد فينا، أنت امنحنا التطهير الروحي والتنقية حتى نعود أبناء صالحين عاملين وصاياك. أرجعنا من الظلم إلى النور، أرجعنا من الخطية إلى الحياة. أنت تعرف يا رب ضعفنا، أنت تعرف عدم مقدرتنا إلى الرجوع إليك، ولكن أنت أب رحيم حنان رؤوف، لا تعاملنا بحسب خطايانا ولكن أعطنا القوة لنعود إليك. أنت لا تفرح بمرضنا ولا بدموعنا التي كانت بسبب الخطايانا، ولكن يا رب أشرق من جديد علينا بنعمك الإلهية وخيراتك الأرضية حتى نكون أبناء صالحين، أن نذكرك دائما ونعمل وصيتك لنحيا بها ونعود كما كنا في أحضانك السماوية. لك المجد والعزة والقدرة إلى أبي الآبدين. آمين. أمين يا أبونا، يسلم تمك. وأنتم أعزائنا متابعينا نقول لكم صباحكم نور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء القادم الساعة 9 صباحا. صباحكم نهاركم نور. نهاركم سعيد، صباحكم نور. شكرا أبونا، شكرا. الله يسعدك يا أبونا.